بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. مستمعي الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحديثي إليكم اليوم حول الكآبة أو الاكتئاب النفسي وسبل العلاج منه. من خلال المكالمات الهاتفية الواردة علينا نستنتج بأن هناك مشكل يعاني منه الكثير من الناس، خصوصا الشباب والشابات الذين هم في مقتبل العمر، وهو مرض نفسي هو الذي يعرف بالاكتئاب أو الكآبة، وهو مرض العصر بامتياز. ونريد من خلال هذه الحلقة أن نعرف ما هي أسباب هذا الاكتئاب، وما هي الأعراض التي تبدو على صاحبها، ثم ما هي سبل العلاج المتاحة. وطبعا سبل العلاج كما هو معلوم، هناك العلاج الطبي، وهناك العلاج الاجتماعي، وهناك العلاج الذي هو عبارة عن علاج ذاتي. وسوف نركز في هذه الحلقة على العلاج الذاتي الذي يتم بالإرادة القوية والهمة العالية والعزم والتصميم. عصرنا اليوم هو عصر الذرة والمجرة، فالكل يتفق بأنه عصر التطور والتقدم والازدهار، لكن مع ذلك هو عصر للاضطرابات النفسية وللقلق والتوتر. الإحصائيات تشير بأن الذين يعانون من الاضطرابات النفسية في اضطراب مستمر. عدد من الناس حتى المثقفون وحتى أصحاب القرار وحتى من يتحملون مسؤوليات كبيرة يعانون من الكآبة ومن الحزن ومن القلق والشعور بالفراغ. وهذا كثيرا ما يقع للشباب في مقتبل العمر، إذ بعضهم يشعر بانعدام الأمل أو بقلة القيمة أو بقلة الحيلة، ومنهم من يشعر بالذنب وتعكر المزاج، ومنهم من يستشعر الألم المعنوي والاضطراب النفسي. تجد الكثير منهم يفقدون الاهتمام بنشاطات متعددة كانت محببة إليهم. وأكثر من ذلك، نلاحظ أن بعضهم يعاني من فقدان الشهية حتى يصير نحيلا، والبعض الآخر يعاني من الإفراط في الأكل حتى يصير بدينا، والبعض الآخر يعاني من مشاكل في التركيز، والبعض الآخر على العكس تجده يركز في التفاصيل، في أدق التفاصيل، ويعجز عن اتخاذ القرارات. بعضهم قد تتطور الحالة عنده فيفكر في التخلص منها، إما عن طريق المخدرات أو الهروب بعيدا عن الأهل والأحباب، والبعض الآخر قد يفكر
في محاولة الانتحار. هذا كله يسمى أعراض الكآبة أو الاكتئاب النفسي، وهي قد أضحت اليوم أكثر الأمراض شيوعا بين الناس. الكثير منهم يشعر بخلل في مزاجه، ويشعر بانخفاض تدريجي أو حاد أو متسارع أحيانا في المزاج، ولها تأثير خطير جدا على أفكار الشخص وعلى سلوكه وعلى مشاعره وعلى نظرته إلى العالم والرفاهية المادية. فهذه الأمراض هي منتشرة بقوة. نتساءل، ما هي الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يعانون من هذا المرض؟ البعض قد يكون عنده أحداث حياتية، مثلا هناك في بعض الشباب عاش مرحلة الانفصال بين والديه، وقع الطلاق بين الأم والأب، وبالتالي ترتب عليه قلق شديد تحول إلى اضطراب ثم كآبة. البعض الآخر قد يكون قد فقد أحد الأعزاء الأحبة، مات وشكلت هذه الموت له صدمة، وأصبح يشعر بالخوف وبالقلق وبالاضطراب. البعض الآخر يعاني من ضغوطات في العمل، له رئيس قد يكون شديد الطباع وقد يكون حاد اللسان، وقد يكون هناك في عالم التجارة هناك أزمة اقتصادية أو هناك تغير في سوق العمل، فضغوط العمل قد تؤدي إلى الكآبة والاضطراب. وفي عالم النساء نلاحظ الكثير من النساء التي يصلن إلى سن اليأس فتشعر بالقلق والاضطراب وتصير نحو الاكتئاب. كذلك بعض النساء إذا فقدت زوجها، مات قبلها وعاشت أحوال الموت والفراق، تصاب الكثير من النساء بنوبات من الاكتئاب. البعض الآخر قد يعاني من صعوبات مادية، فلا يجد عمل، لا يجد ما ينفق، يغلبه الكراء والنفقات المادية ونفقات الأولاد، فيضطر إلى أن يكون مدينا ويعجز عن الأداء ويختفي عن الأنظار ويشعر بالقلق ويتحول إلى اكتئاب. وهناك أسباب متعددة هي عند علاقة بالحياة الاجتماعية، كما أن هناك حالة أخرى غير نفسية قد تكون لأسباب معينة. مثلا بعض الناس في نومهم يصابون بالكآبة نتيجة توقف التنفس أثناء النوم، عندهم صعوبة كبيرة في التنفس أثناء النوم، وهذا حالة غير نفسية، هي حالة بيولوجية مرضية. البعض الآخر قد يقع له اضطراب في الساعة البيولوجية، فالنوم له ساعة بيولوجية محددة، ننام في وقت معين ونستيقظ في نوم معين. بعض الناس نظرا لكثرة السهر وكثرة الانشغالات يقع له اضطراب في الساعة البيولوجية، فيتحول عنده هذا الأمر إلى قلق ثم اضطراب ثم اكتئاب. البعض الآخر قد يشعر بألم مزمن في أحد أعضائه، إما في الكتف أو في الركبة أو في الدماغ عنده شقيقة أو غير ذلك، ألم مزمن يتكرر بسرعة فيصاب بالاكتئاب. البعض الآخر عنده حالة أخرى قد يسموها بعض العلماء بالاضطراب المزاجي، الذي قد يقع كرد فعل نفسي لحدث أو ضغط معين، ويصاب عند رجال الأعمال وكذلك أصحاب السياسة. وأيضا هناك ما يسمى بالاكتئاب
هو له نمط موسمي، فحينما يأتي موسم معين، فصل الخريف أو بداية فصل الشتاء، تجد بعض الناس يشعرون بالخوف وبالحزن والاضطراب والكآبة. تظهر لهم السماء محملة بالغيوم والبرد القارس، والأوراق تتطاير عن الأشجار، فيشعر بنوع من الخوف ولا يحب الليل لأنه يعشق النهار ويخاف الظلام. البعض الآخر عنده اكتئاب من نوع عاطفي، عنده مشاعر عاطفية لم يحقق رغبات معينة، وكلما جاء موسم معين إلا ويشعر بالحزن الشديد وبالرغبة في البكاء والعزلة عن الناس. وهكذا أشكال كثيرة ومتعددة. وطبعا هناك أيضا الكآبة عن طريق بسبب بعض الأدوية التي قد تسبب الاكتئاب، مثل العقارات أو العقار المعالج لالتهاب الكبد لباتيت سي، أو غيرها من الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم، لها أيضا آثار جانبية على الإنسان، أسباب متعددة. نحن لا نريد أن نتوقف على الأسباب بقدر ما نريد أن نبحث عن العلاج. فما هي الأعراض التي قد تظهر على الإنسان ونقول بأنه مريض بالاكتئاب؟ ما هي طرق العلاج المعروفة؟ وكيف يمكن للإنسان أن يعالج نفسه بنفسه بدون طبيب وبدون أدوية، فقط بالاعتماد على العلاج الذاتي بالإرادة القوية والهمة العالية والعزم والتصميم؟ كل هذا سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. اللهم يا كريم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رحيم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. نعود إليكم مستمعي الأفاضل لنتحدث حول لقاء اليوم، والذي يتمحور حول موضوع الكآبة أو الاكتئاب النفسي، الأسباب والأعراض وطرق العلاج، وخصوصا العلاج الذاتي المبني على الإرادة والعزيمة. تحدثنا عن أسباب هذا المرض بعجالة، والآن نشير أيضا بعجالة إلى أهم الأعراض التي تميز الاكتئاب النفسي، والتي أصبحت منتشرة في مجتمعنا بكثرة، خصوصا في الأوساط الشابة، وخصوصا في الأوساط التي تعيش اليسر وتعيش الغنى. وهذا أمر يثير كثيرا من الاستغراب. من أهم أعراض الاكتئاب النفسي أن المريض يشعر بأنه مرض متواصل لمدة أسابيع متعددة. مثلا يشعر بأن مزاجه مكتئب، ويشعر بأنه حزين، كأن حدثا حزنا للتو قد وقع أو قبل أيام معدودات، حزن عميق في القلب، وكأنه يريد أن يبكي ويريد أن يصيح بأعلى صوته. أو تجده تعيس، تجده في إحدى المقاهي جالسا في إحدى الأركان، أو يتجول بسيارته في الطرقات، أو أنه نائم في مكان معين منعزل يشعر بالتعاسة. البعض الآخر تجد عنده نقصان واضح في الرغبة في المتعة، كل أنواع المتعة وكل أشياء التي تثير الرغبة ليس له أي دافع، لا متعة له ولا رغبة، ما في طعام، ما في شراب، حتى إذا كان متزوجا لا يشعر بالسعادة، حتى بالفرحة. البعض الآخر تجده يشعر بضعف في الشهية الطعام، حتى ولو وضعت بين يديه أعظم وأجمل وألد الأطباق فإنه لا يستطيع أن يأكل، الشهية غير موجودة لديه. وبالتالي يلاحظ بأنه يعاني من انخفاض واضح في الوزن. والبعض الآخر
تجد عنده شراهة في الطعام، يأكل ما بين الوجبتين وجبات أخرى، وهذا يعطيه زيادة ملحوظة في الوزن، ومما قد يرتب عليه أمراض أخرى كالسكري وضغط الدم وأمراض القلب وغيرها. البعض الآخر تجد عنده أرق شديد، إذا حل الليل لا يشعر بالنوم، يبقى الليل كله وهو يحصي النجوم ويبحث عن أي شيء حتى يضيع به الوقت، لأنه لا يستطيع أن ينام ولا يغمض له جفن. أرق شديد يصاحبه ألم نفسي حاد. البعض الآخر على العكس تجده يميل إلى النوم بالنهار والليل، تجده على سريره يريد فقط أن ينام ويطفئ الضوء ويبتعد عن الضوضاء ويبقى منعزلا عن الناس. البعض الآخر تجده يشعر بالتوتر، وهذا يظهر في حركة أصابع اليد واللعب بالمفاتيح بسرعة، توتر وعدم القدرة على الاسترخاء. أو على العكس قد يكون هذا الإنسان خاملا، بطيء الحركة، متتاقل الجسم. البعض الآخر قد يشعر بالإحساس بالدنيا، ينظر إلى الناس يراهم سعداء يتجولون في الأسواق، يذهبون إلى أعمالهم ويسعدون فيما بينهم، ويقول مع نفسه أنا أشعر بالدنيا، يشعر بالنقص ويلوم نفسه، على الرغم من أنه أفضل من أولئك الناس في العلم والمرتبة والمال وغير ذلك. البعض الآخر تجد تفكيره غير مركز، يشعر بتشتيت التفكير، وليس عنده تركيز ولا قدرة على اتخاذ القرار، ويفقد الطاقة ويشعر بالخمول. والبعض الآخر تجده قد توقف عن أداء وظائفه في الاجتماعية والمهنية، أي وظيفة من الوظائف التي ينبغي أن يقوم بها تجده قد تعطل. إذا كان طالبا يتعطل عن الدراسة، وإذا كان موظفا قد لا يحضر إلى المكتب، وإذا حضر لا يكاد يفعل أي شيء. أما على مستوى الأسرة فتجد علاقات باردة، لا يهتم بالزوجة ولا بالأولاد ولا بشؤون البيت، فهو يعطل كل الوظائف الاجتماعية والمهنية. هذه أعراض الاكتئاب النفسي بصفة عامة. لكن ما يهمنا أيها الأحباب الكرام هو أن نركز على طرق العلاج، كيف يمكن للمريض بالاكتئاب أن يعالج. طبعا هناك علاجات متعددة، أكثر الناس يذهبون إلى الطبيب فيبحثون عن العلاج. طبعا ليست هناك حلولا فورية للمشاكل، هناك بعض المشاكل التي قد تستغرق وقتا وطاقة وجهدا، لأن الإنسان بطبعه مركب من بدن وعقل ونفس، وهذه المكونات الثلاث هي ليست وحدات منفصلة بعضها عن بعض، لكنها وحدة واحدة، فلا يمكن معالجة العقل بعيدا عن البدن، ولا يمكن معالجة البدن بعيدا عن النفس والروح، وهكذا. أكثر الناس يلجؤون إلى الطبيب، وطبعا هناك مجموعة من الأدوية معروفة في علاج الاكتئاب، لكن بعضها قد لا يكون فعالا. مثلا هناك أخف الأدوية هي العقاقير التي تباع في الصيدليات بكثرة، والاستهلاك يقبل عليها، وهذا ملاحظ عند المشتغلين في هذا الميدان. لكن هذه العقاقير بكل تأكيد إنها لا تزيل الاكتئاب ولا تعالجه، وإنما تخفف من الأعراض لتتمكن من القيام بشيء ما للتعامل مع هذه الحالة، فهي مضادات
قد تنجح أحيانا وتصيب صاحبها بنوع من الراحة، لكن قد تسبب له أعراض جانبية غير مرغوبة. وهذا الدواء معروف أنه قد يستغرق أسبوع إلى أسبوعين إلى 4 أسابيع، ولكن دوما هذه المضادات وهذه العقاقير قد تكون خطيرة عند استعمالها مع عقاقير أخرى، ولهذا بعض الناس لا ينصح بها. البعض الآخر إذا أصابته حالة اكتئاب شديدة قد تكون مفضية إلى التفكير في الموت والرغبة في الانتحار، قد يأخذه أهله ودووه إلى العلاج بالصدمة الكهربائية، ولكن هذه أيضا لها آثار سلبية على الدماغ، ويمكن أن تؤثر في حياة الإنسان، لأن الجسم البشري لا يمكن أن يتحمل أكثر من 3 صدمات. إذن نلجأ إلى العلاج الموالي، هو العلاج الاجتماعي. والعلاج الاجتماعي هو أن ننظر إلى هذا المريض بالاكتئاب، لابد أن نتآزر جميعا، عائلة وأحباب وجيران وأقارب، من أجل أن نقدم له يد المساعدة. فالعلاج الاجتماعي لأمراض الاكتئاب تشترك فيه البيئة المحيطة بالمكتئب، سواء الوالدين والإخوة والعائلة والجيران والمربين، وأيضا الموجهين من أهل الاختصاص. وطبعا في العصر الحالي هناك مجموعة من المختصين في هذا الميدان، لأن العلاج يبدأ أولا بالحوار، فالإنسان يبدأ في الحوار والكلام ويعبر لماذا أنت مكتئب، لماذا تشعر أنت بالقلق، حاول أن تعرف الأسباب. وطبعا هذا الحوار لابد أن يكون مع مستشار نفسي مدرب على فن الاستماع، فإنه يستمع للمريض ويسمح له بالتعبير عن مشاعره، وهذا المستمع أو الطبيب النفسي أو غير ذلك قد يكون عنده تفهم وقبول، يعين هذا المريض على البوح وعلى الفضفضة وعلى اكتشاف الأمور التي تزعجه، لأن المستشار النفسي أو الخبير في هذا الميدان قد يكون بإمكانه مساعدة هذا المريض إلى فهم أعمق للمشاعر والأفكار والسلوك، ويساعده أيضا على إيجاد طرق للتغلب على المشاكل، وهذا يشجعه أيضا على أنه يبحر في ماضيه، لعل المرض الذي يعاني منه له سبب في ماضيه القديم، لعله في طفولته، لعله في مراهقته، لعله في علاقاته مع أشخاص كان لهم تأثير بارز في حياته، قد يكون الأب أو الأم أو المعلم أو الأخ الأكبر أو غير ذلك. ثم تتم المساعدة على إيجاد الحلول للمشاكل، وتكون صلة بين هذا الإنسان وما بين هذا المستشار أو الخبير النفسي. وهذا الحمد لله موجود في مجتمعاتنا، لكن ما نطمح إليه من خلال هذه الحلقة وهذا الموضوع هو أننا نقنع جميع الذين يعانون من الاكتئاب ومن الكآبة والاضطراب النفسي، وممن يعانون من القلق الشديد والحزن والهلع والفراغ وانعدام الأمل وقلة الحيلة والشعور بالذنب وتعكر المزاج والألم المعنوي، كل هذه الأشياء ارميها في سلة واحدة وابدأ بنفسك أولا، وإن شاء الله تعالى سوف تتغلب على هذه الأمراض دفعة واحدة. كيف ذلك؟ هذا يتم بالعلاج الذاتي. ما هو العلاج الذاتي؟ هو أن الإنسان لابد أن يؤمن بأن الله جل جلاله قد أعطانا إرادة قوية ومنحنا همة عالية، هي بداخلنا، هي بأعماقنا، علينا أن نتلمسها ونستخرجها من أعماق القلب والفكر والنفس والوجدان. قد يقول قائل أنا ضعيف، أنا متهالك، أنا لا قوة لي ولا قدرة،
أقول له لا، أنت عندك همة عالية هي بأعماقك بداخلك، لأن الله عز وجل لما خلق هذا الجسد حباه بطاقات وقدرات مذهلة، وعلاجك بداخلك أنت أيها المريض، تحمل صيدلية في عقلك وفي فكرك وفي نفسك وفي شرايينك، هناك هرمونات وهناك دورة دموية، وهناك جميع الأعضاء لها القدرة على التغلب على كل مرض. بماذا؟ نعم، إنه يتم بتقوية الإيمان بالله عز وجل وتوثيق الصلة به سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أنا أصلي وأنا أرفع يدي إلى السماء ولكن لا زلت مكتئبا، لا زلت قلقا، كيف يتحقق هذا الأمر؟ نقول أولا يبدأ الأمر بقراءة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو عبارة عن صيدلية بامتياز. القرآن العظيم صفحته مجرد النظر إلى صفحة القرآن العظيم علاج من الأمراض والأسقام، مجرد ملامسة القرآن باليد تستمد منه الطاقة الربانية فيعالج أمراضك وأسقامك. وبعد القرآن العظيم يبدأ الإنسان في معرفة الله، نتعرف إلى الله من خلال كتابه، نتعرف إلى أسمائه وصفاته، أسماء الجلال والجمال، أشعر بأنني في معية مع الله، الله بجانبي ينصرني، الله معي يرزقني، الله بجانبي يحميني، الله الغني لا أخاف الفقر، الله القوي لا أخاف من الظلم أو الاعتداء، الله نور لا أخاف من الظلام، الله معي في كل وقت وحين. وطبعا معرفة أسماء الله الحسنى مهمة للغاية، لابد أن نعرف كل اسم. مثلا اسم النور، الله نور السماوات والأرض، إذا بقي العبد المؤمن يقول يا نور يا نور يا نور، يغمض عينيه ويردد هذه الكلمة متوجها بقلبه وأعماقه إلى خالقه، فإنه سوف يستشعر بأن هناك نقطة نور في قلبه تتسع 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 حتى تشمله كاملا، فيشعر بالنور يسطع في كل مكان. وهكذا يا لطيف يا لطيف، فيشعر باللطف ينزل إلى قلبه وإلى فكره وإلى نفسه، ويقول يا قوي يا قوي، يشافى من الأمراض والأسقام، ويمنحه الله تعالى القوة ويمنحه الاستطاعة. وهكذا 99 اسما من أسماء الله الحسنى، إذا قام المؤمن المريض بتعلمها وتدبرها وتحقيق لأثارها سوف يشفى بأمر الله تعالى. بعد ذلك يبدأ المؤمن بالأذكار والتحصينات الشرعية في الصباح والمساء، وهذه الأذكار مأخوذة من القرآن الكريم. مثلا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا آية قرآنية يقولها العبد في كل وقت وحين، معناها لا تحول من حال إلا حال إلا بقوة دافعة من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن يكثر العبد المؤمن من قوله إن لله وإن إليه راجعون، ما تساوي هذه الدنيا التي أنا مهتم بها ومنشغل بها وأضطرب من أجلها وأتصارع مع إخواني من أجل متاعها الزائف، هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وكلنا ميتون ونتركها خلفنا، وكلنا سوف نغادرها حفاة عراة كما دخلنا إليها حفاة عراة. فلما أقول إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، يعطيني طاقة وقوة إيمانية. وهكذا إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وباقي التحصينات الشرعية التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من مثلي أعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو كقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهكذا أرددها، أعتبرها فيتامينات، أعتبرها مقويات للنفس وللروح، فلا هناك قلق ولا اكتئاب ولا أي اضطراب بأمر الله. طبعا بعد القرآن العظيم ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والأذكار والتحصينات الشرعية، لابد من الابتعاد عن الفحش والآثام. بعض الناس المصابين بالاكتئاب حينما يشعر بالاضطراب تجده يفر إلى الخمارة. الخمارات المتواجدة في المجتمعات مليئة بأناس بؤساء، لا أنظر إليهم أنهم مذنبين وخطاة، أنظر إليهم أنهم بؤساء، لأنهم لم يجدوا السعادة في حياتهم العادية، فلجأوا إلى الخمارات ينتشون تلك الشراب المسكر لعله ينتشي للحظات، ثم يعود إلى الاضطراب واليأس والبؤس من جديد. البعض الآخر قد يتجه إلى النساء، والبعض الآخر إلى القمار، والبعض الآخر إلى أشياء متعددة تعرفونها جميعا. فلا بد من البعد عن الفواحش والآثام. أطهر بصري لا ينظر إلى حرام، وأطهر سمعي لا يستمع إلى حرام، وأطهر لساني لا ينطق بحرام، وهكذا. قد يقول لقائل: أنا لا أستطيع، أنا أشعر بميول، أنا أشعر باندفاع، شهوتي تغلبني. أقول له: يا أخي ويا أختي، عليك بالمجاهدة، جاهد ثم جاهد نفسك، واعتبر أن الجهاد، أعظم الجهاد هو جهاد النفس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعود من الغزوات يقول: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس. ثم أقول لكل مريض وسقيم: لماذا تنسى الصبر والاحتساب؟ نحن في ديننا ولله الحمد والمنة عندنا ما يسمى بقانون التعويض الإلهي، كما أن هناك قانون للتأمين، تعويض في مجال التأمين وفي مجال الحوادث وفي مجال الأخطار، كذلك عندنا في الدين ما يسمى بقانون التعويض الإلهي. أنا إذا ضاعت مني فرصة، أو ضاع مني امتياز، أو ضاع مني شطر من عمري، فلا أخاف ولا أيأس، لأن الله عز وجل سوف يعوضني عما فات بالأضعاف المضاعفة، لن تخيب أبدا. وحينما يأتيك الخير يأتيك بالمزيد، إذا أحبك الله تعالى عوضك في الدنيا، وإذا أحبك أكثر وأكثر وأكثر تركه لك حتى الدار الآخرة. إذن علينا أن نحرص على الإرادة القوية والهمة العالية وتقوية الإيمان بالله وقراءة القرآن والأذكار والتحصينات الشرعية ومعرفة الله بالأسماء والصفات والبعد عن الفواحش والآثام والمجاهدة والصبر والاحتساب. بعد ذلك أيها المريض، أيها المكتئب، ابتسم للحياة، اضحك تضحك الدنيا معك، ابكي تبكي لوحدك. سبحان الله، أهم البحوث العلمية مؤخرا أثبتت أن الابتسامة تؤثر على شرايين التي تغذي الدم وتغذي المخ، فيتدفق إلى المخ والقلب واحد الإحساس جميل ينتشر في النفس ويشعرها بالهدوء وبالبهجة والسرور. ولهذا ديننا يقول لنا صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسم يا أخي، تبسم، فلك بكل ابتسامة صدقة. وأيضا فالابتسامة علاج، تساعد الجسم والشرايين والقلب والمخ على الإحساس بالهدوء
والسرور والبهجة. ثم لا تنسى أيها المريض أن تشعر دوما بالتفاؤل. نعم، إلزم نفسك واصبر وتفاءل، حاول أن تتفاءل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، وكان يقول: تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءل، قل الحمد لله ما ضاع لي والو، داكشي اللي مشى ما مشى لي والو، الحمد لله تمتعت أيام زمان وكليت وشربت وشحال ديال الخير درتو، واللي غيكون في المستقبل أعظم وأحسن إن شاء الله. ما كاين في المستقبل لا أزمة اقتصادية ولا أزمة عالمية ولا أمواج تسونامي ولا فيضانات، بالعكس هناك شمس مشرقة وهناك ربيع أخضر وهناك إن شاء الله ازدهار في البلد واستتباب للأمن وكثرة تضامن وفتوحات ربانية لا تعد ولا تحصى، تفاءل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا من الفأل الكلمة الطيبة. نحن للأسف حتى في صحافتنا المكتوبة أو المقروءة أو المرئية نجد هناك تعابير وهناك معاني ودلالات فيها حديث عن الأزمة والصراع، إما بين الفرقاء السياسيين والفرقاء النقابيين، صراع سياسي بين الدول الشيعة والسنة، صراع بين السلف والخلف، صراع بين كذا وكذا. نضيع وقتا شديدا في الكلام الذي يهدم ولا يبني، الذي يفرق ولا يجمع. علينا جميعا أن نتفاءل بالكلمة الطيبة. السادة العلماء في خطبهم المنبرية من فوق الجمعة احرصوا على الكلمة الطيبة. السادة الوعاظ المحترمين من خلال كراسيكم العلمية احرصوا على الكلمة الطيبة. السادة المعلمين والأساتذة في أقسامهم ومدرجاتهم احرصوا على الكلمة الطيبة لبناء المجتمع. ورجال الإعلام في التلفاز والمذياع والصحفيون في الجرائد والشباب على صفحات الفيسبوك والتويتر احرصوا على الكلمة الطيبة وتفاءلوا. ومن الفأل الحسن الاسم الحسن. الإنسان دائما يختار لأولاده الاسم الحسن أو يلقبهم بلقب حسن، فالاسم الحسن للأسماء للأشخاص أو للملابس أو لكل الموجودات، دائما نتفاءل بالاسم الحسن. ثم لا ننسى من الفأل الأعظم، أعظم فأل يجلب التفاؤل، هو حسن الظن بالله. حسن الظن بالله، لأن هناك معظم المصابين بالاكتئاب يتهمون الذات الإلهية، يقولون أن الله تعالى خلقني وظلمني، الله تعالى لم يتشاور معي حينما خلقني، لماذا خلقني أنثى وليس الذكر، لماذا خلقني أسود وليس أبيض، لماذا خلقني فقير ولست غني، لماذا خلقني في هذه البلاد في العالم الثالث وليس في البلاد في العالم المتقدم. أنت تسيء الظن بالله وهو من أسباب الاكتئاب. لا بد أن تحسن الظن بالله، اعلم بأن ما اختاره الله عز وجل لك هو الأفضل وهو الأكرم. كثير من المتزوجين يقول: لماذا اخترت هذه المرأة؟ والمرأة تقول: لماذا اخترت هذا الرجل؟ والإنسان: لماذا اخترت هذا البيت؟ ولماذا اخترت هذه السيارة؟ ولماذا اخترت هؤلاء الجيران؟ احسن الظن بالله، اعلم بأن ما عندك هو أفضل ما يليق لك، وترتاح وتشعر بالسعادة والطمأنينة. ثم أيها المكتئب، إياك ثم إياك أن تتهرب من تحمل المسؤوليات، عليك بالمواجهة. واجه الحياة. إذا كنت تشتغل في قطاع معين، عندك مثلا رئيس فيه شخصية قوية ولسانه سليط، واجه بأدب واحترام ولكن قف بأعصاب من حديد. إذا كنت عندك مشكلة في المحاكم أو في التجارة أو في أي مجال، لا تخاف. الطالب والتلميذ عندك مواد معينة في المدرسة تفزعك تخيفك، مواد علمية مواد عقلية أو فلسفية، لا تخاف، واجه كل شيء ولا تحاول الهروب، وتحمل المسؤولية وسوف تنجح بأمر الله تعالى. لكن إذا رجعت للوراء فهذا مزيد من الاكتئاب. ثم أيها المكتئب، كفاك من التطلع إلى ما عند الآخرين. الكثير من المكتئبين
تجده ينظر إلى الأغنياء يقول هذا محظوظ، ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، في فمه ملعقة من عسل، يتطلع إلى الآخرين وكأنه يحسدهم. اللي عنده الله يزيده، واللي ما عندوش الله يرزقه، فلا تتطلع إلى الآخرين. أم تحسدون الناس على ما أتاهم الله؟ إلا خاضوا بالحلال الله يبارك له، وإلا خاضوا بالحرام الله يغفر لنا وله. لكن لا تتطلع إلى ما عند الآخرين، وانظر إلى ما عندك وقل الحمد لله، فأنا أفضل بكثير ممن هم أسفل مني. ثم أيها المكتئب، لابد أن تقطع العلاقات التي تسبب لك الاكتئاب. بعض الأصدقاء أو بعض الزملاء أو بعض الجيران، مجالستهم قلق وشكوى مستمرة، لابد أن تغير هذه العلاقات. ابحث عن أصدقاء أو عن جيران أو عن زملاء فيهم تشجيع على الحياة، اقبل على الحياة وفرح وسرور. ثم اهجر العوائد. بعض الناس لابد أن يشرب القهوة السوداء 4-5 مرات في اليوم، ولابد أن يقوم بأفعال معينة في كل يوم تجذب له النكد. لابد أن تهجر هذه العوائد. ثم اسعى إلى الترفيه المباح. الله عز وجل خلقنا وأباح لنا الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يا أخي، كل واشرب وتمتع بحياتك وشبابك. انظر إلى الشمس وجمالها وأشعتها الذهبية، انظر إلى الأرض وقد كسيت بلون أخضر، انظر إلى أمطار الرحمة التي تنزل من السماء فتغسل ما بنا من هم وكدر، انظر إلى خلق الله الأبيض والأسود والأحمر والطويل والقصير، انظر إلى الفقراء والأغنياء كيف خلق الله فيما بينهم تضامن وتكافل ومحبة، انظر إلى الخير العظيم واستمتع بوقتك، خذ لك نصيبا من المتعة، سافر واذهب إلى الشاطئ، اذهب إلى الغابة، اذهب عند العائلة، العب كرة القدم، العب أي رياضة. الترفيه المباح لابد أن تمارسه ليخرجك من الاكتئاب. ثم إذا كنت تخطط لشيء معين وعجزت للوصول إليه، يا أخي دعه. إنسان يبحث عن شهادة عليا، عن الماجستير أو عن الدكتوراه ووجد صعوبة كبيرة، يا أخي ما قيمة هذه الماجستير وهذه الدكتوراه؟ أنت أغلى منها. أو إنسان يبحث على إنشاء شركة باسم معين وبرقم معين، رقم معاملات محدد، يا أخي خليها ما تساوي شيء. أي شيء إذا لم تستطع الوصول إليه دعه، وربك عز وجل هو الغني. ثم لا تنسى أن تنخرط في الأنشطة البدنية الجسدية، فمعظم الدراسات تبين بأن الرياضة والجري تعادل في فعاليتها فعالية العلاج النفسي. إنسان يقوم بالجري على الأقل مرة إلى 3 مرات في الأسبوع، في كل مرة يكون حوالي 45 دقيقة، والمشي السريع فهذا يعالج الاكتئاب في حالته البسيطة والمتوسطة. وإياك ثم إياك أن تسترسل في الأفكار السلبية، كفاك، اغلق منطقة تفكيرك. الناس يفكرون إما في الماضي ومصائبه، أو يفكرون في المستقبل وما قد ينبئ عليه من تخوفات. اغلق الماضي واغلق باب المستقبل، عش يومك، عش في حدود يومك، تكن أسعد الناس. الماضي لن يعود أبدا لأنه ولى وأدبر، والمستقبل لا زال غيبا عند الرحمن. فكر، نعم فكر في المستقبل، لكن لا تهتم وتنشغل بمصائب المستقبل. ثم احرص دوما على الخلطة والمجالسة. ابحث عن أصدقاء، صداقة تحميك من الاكتئاب. ابحث عن أناس طيبون تجالسهم. هناك المساجد، هناك دروس لتعليم القرآن، دروس للوعظ والإرشاد، هناك جمعيات تقوم بأنشطة كثيرة ومتعددة وتقدم لهم الدعم والمساندة فتخرج من الاكتئاب. فيا أيها الأحباب، هذا هو المرض، مرض العصر الذي يعاني منه الكثير من الناس.
ومن خلال المكالمات الهاتفية التي توصل بها البرنامج استنتجنا بأن هذا المرض يصيب أكثر الشباب، وكثيرا ما يصيب شباب من عائلات موسرة ميسورة، شباب لهم كانوا في درجة عالية ثم أصيبوا بذلك. هي هناك سبب آخر لابد أن أذكر به، وهو ما يسمى بالعين، وهو حق. قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فالكثير من العائلات الناجحة قد تصاب بالعين، فيقوم أحد أفرادها من شبابها بالمرض وبالسقم، وإذا تتحول الحياة حياة كل الأسرة كلها ألم وضجر. فقد رأيت بأم عيني حالات كثيرة عايشتها وشعرت بأسى شديد، نسأل الله تعالى أن يحفظهم ويرعاهم. أذكر أنه بالأمس هناك شاب وسيم وأنيق ومثقف ودرس دراسات عليا، وكان يخطط بشكل منظم للمستقبل، وفي لحظة أصيب بمرض من هذا النوع، حتى أن الأطباء عجزوا عن العلاج، وحتى الرقاة عجزوا عن العلاج، وحتى النفسيون لم يجدوا له سبيل. فقامت والدته بفكرة، وهي العلاج عن طريق الصدقة. فقامت هذه المرأة تبحث لعلاج عن ابنها، امرأة بيده اليمنى تستند على عكاز، وباليد اليسرى تحمل حقيبتها تحمل فيها مالا وفيرا، وتبحث عن الفقراء وعن المساكين في كل مكان. هذه المرأة منذ عرفتها وهي تجري من مكان إلى مكان، قامت ببناء مساجد في القرى النائية، وقامت ببناء مدارس للقرآن الكريم لطلبة العلوم الشرعية، وقامت بالإنفاق على الفقراء والمساكين بغزارة في مختلف المدن البعيدة، وتبحث عن الفقراء جدا جدا جدا، وكلما التقت بفقير ومكنته من المال هي تقبل يده ورأسه وتبكي وتقول له: ادعو لي مع ابني حتى يعالج. فبالأمس مثلا يوم الأحد من الصباح إلى المساء هذه المرأة تبحث عن دور الأيتام، وجدت دور الأيتام بالدار البيضاء، كل يتيم تعطيه تمكنه بقسط من المال وتقبل يده ورأسه وتقول له: ادعو لي مع ابني فإنه مصاب بهذا المرض لعله يعالج. وتذهب عند دار المسنين، عدد كبير من النساء المسنات والرجال المسنين بدون عائلة، جالسين مربعين يديهم ينتظرون الرحمة، تدخل عليهم هذه المرأة دائما تستند على عكازها بيدها اليمنى وتحمل في يدها اليسرى حقيبة مليئة بالنقود، وتعطي للفقراء والمساكين وتطلب منهم الدعاء لابنها، ولا زالت لحد الساعة تدعو لابنها. وقد اتصلت بنا وطلبت من السادة المستمعين الذين يعدون بمئات الآلاف الآن يستمعون إلينا في مختلف المدن المغربية ومختلف جهات المملكة وحتى خارج أرض الوطن، تقول لي إن فيهم الكثير من الصالحين ومن الصالحات، بل ومن الأولياء المقربين المبجلين إلى الرحمن، أطلب منهم لعل الله تعالى يشافي ابنها عثمان. فنقول: أيها الأحباب الكرام، جزاكم الله خيرا، إن هذه المرأة تبكي بالليل والنهار، ومثلها الكثير من الأمهات والآباء الذين يبكون بالليل والنهار، أصيبوا في أولادهم، أولاد في العشرين من عمرهم، 20، 22، 25 يصابون بمثل هذه الأمراض. بعضهم قد يدعي أنه هو المهدي المنتظر، البعض الآخر يريد أن ينتحر، البعض الآخر يريد أن يهرب بعيدا، البعض الآخر ينعزل في بيته، التمسوا الدواء فلم يجدوا أي نتيجة، بقي لهم الصدقات وأن نرفع أكف الضراعة إلى الرحمن بالاستشفاء. أطلب منكم أيها الأحباب الكرام، لأخي عثمان ولكل الشباب في سنه الذين يعانون من مرض الاكتئاب،
شباب وشابات، نقول جميعا جزاكم الله ألف خير إذا قلتم آمين، فهناك ملك من السماء يقول لكم ولكم مثلها ولكم مثلها، فيحفظ الله أولادكم وبناتكم ويحفظ أهليكم وذويكم. فلا تبخلوا، ارفعوا معنا أكف الضراعة إلى السماء وقولوا جميعا: اللهم يا ربي يا كريم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شافي أخي عثمان، اللهم شافيه من الأمراض والأسقام، اللهم طبه في الغيب، اللهم طبه في الغيب وامنحه الصحة والعافية. اللهم يا أكرم الأكرمين، أنت الشافي وأنت العافي، شافيه وعافيه في القريب العاجل. وجميع الشباب والشابات لك يعانوا من نفس المرض، اللهم يا أكرم الأكرمين شافهم أجمعين. الدعاء إذا كان عاما كان أقرب إلى الاستجابة. يا رحمن يا رحيم، إننا نرفع أكف الضراعة إليك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شفي أخي عثمان وكل الشباب والشابات وكل الأشخاص المصابين بداء الاكتئاب، اللهم أنت الطبيب فشافهم. اللهم نور عقولهم ونور قلوبهم ونور أنفسهم. اللهم يا رحمن يا رحيم، أدخل إلى نفوسهم الفرح والسرور والابتهاج والحبور. اللهم انزع ما في قلبهم من ظلمة، اللهم انزع ما في قلبهم من خوف وهلع، اللهم انزع ما في قلوبهم من اضطراب، اللهم انزع ما في قلوبهم من كآبة وقلق، اللهم انزع ما في قلوبهم من عدم الأمل، اللهم انزع ما في قلوبهم من قلة الحيلة وقلة القيمة، اللهم انزع ما في قلوبهم من الشعور بالذنب، اللهم انزع ما في أنفسهم من تعكر المزاج ومن الألم المعنوي ومن الاضطراب والشلل في الفكر. اللهم يا كريم شافهم وعافهم واعف عنهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. عجل بالفرج، عجل بالفرج، عجل بالفرج بفضل الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. ولا زالت أم عثمان هذه اللحظة تستمع إلينا وتبكي وترفع أكف الضراعة إلى الله وتسأل الرحمن أن يعجل بالفرج، ولا زال المئات بل الآلاف من أمثال أم عثمان يبكون ويتضرعون إلى المولى عز وجل، والله تعالى دعاؤه مستجاب ورحمته قريب من المحسن. اللهم يا كريم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رحيم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. نعود إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المباشر الذي هو منكم وإليكم، ونضع رهن إشارتكم 4 خطوط هاتفية للتواصل معكم: 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-72-50 أو 51-52. ونأخذ أول مكالمة من طنجة مع سي أنس. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك دكتور؟ أهلا سي أنس، مرحبا بكم، حياكم الله. الله يجزيك بخير، الله يكرمك والله يبارك فيك والله يخلي لكم هذا البرنامج دائما إن شاء الله، وترقوا دائما إلى الإزدهار إن شاء الله. نتمنى لكم النجاح لك إن شاء الله وللطاقم ولكل العاملين على قناة ميد راديو إن شاء الله. أعزكم الله. أخي أنس، ربما تكلمنا اليوم على الاكتئاب والكآبة، في النظر ديالك كيفاش ممكن الإنسان يكون سعيد ويطرد الاكتئاب والقلق والفزع والانعدام الأمل؟ نعم، الإنسان دائما يرجع إلى القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو شفاء وفيه الدواء، والإنسان يشكر الله تعالى في السراء والضراء. ما في سيدنا أيوب عليه السلام لما كان مريضا واشتد به المرض، وهو دائما في حياته كان يشكر الله تعالى، هو وأولاده كانوا يعني يشكر الله تعالى دائما. لما ابتلاه الله بالمرض
يعني ما قالش يا ربي علاش دريتيني بهذا المرض، يا ربي علاش عطيتيني هذا المرض. بالعكس هو كان في ذاك الوقت كان كيشكر الله تعالى يعني في السراء والضراء. والله تعالى قال في القرآن يدعوننا رغبا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهذا من قمة الوفاء مع الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لما ديك إبليس قال الله تعالى يعني أيوه كتعطيه عير يعني مثلا عير الصحة عليها كيشكرك يا ربي، الله تعالى بغى يبين له هاد المعجزة وهاد الآية بحيث أصبح هو يعني مريض ذلك المرض ديالو كياكلو الدود ديالو كانت كتبيع الأظافر ديالها يعني الشعر ديالها في السوق يعني باش تلقى ما تاكل هي والزوج ديالها. لما وصل به الحال إلى ما هو عليه سيدنا أيوب في ذاك الوقت قال ربي إني مسني الضر، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني الله مشان أعز مع عند الله سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى أرحم الراحمين. الله تعالى إذا ناديته بهذه الصفة هذه بالرحمة، لأن الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، حاشا الله تعالى الإنسان إلا دعاه بالرحمة وهذاك ما يرحموش، لأن الله تعالى رحيم غفور. نعم. الله تعالى في ديك الساعة بين الآية ديالو ورجع الزوجة ديال سيدنا أيوب على يعني على شبابها سبحان الله سبحان الله، ورجع سيدنا أيوب في كامل صحته بحيث شافته الزوجة ديالو ما عرفتوش قالت له هل رأيت العجوز كذا كذا زعما سيدنا أيوب. نعم. فتفاجأ نعم. فتفاجأ سبحان الله، حتى الزوجة ديالو ما عرفتوش بديك الجمال اللي أعطاه الله، وهي كذلك ما عرف بديك الجمال اللي أعطاها الله سبحان الله، يعني سبحانه وبدل الأحوال. خويا أنس، بالنسبة قلنا بأن من أسباب العلاج للأمراض الاكتئاب هو قراءة القرآن الكريم، حنا غنطلبوا منك، أنت قارئ تبارك الله من إقليم طنجة ومشهور، بغينا منك واحد القراءة قرآنية تكون إن شاء الله علاج، شي آية اللي كتحارب الفزع والحزن، بحال مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بغينا نسمعوها الآن والسادة المستمعين اللي كيشعر بالحزن واللي كيشعر بالألم واللي كيشعر بالاضطراب تزول بأمر الله، بغينا نسمعوها بسياقات متعددة وبطرق مختلفة وندخل القلوب ديالنا جميعا بإذن الله، خصوصا أخي عثمان اللي هو في الاستماع معنا الآن واللي هو كيعاني من الاضطراب. نعم إن شاء الله تعالى نقرأ هذه الآيات إن شاء الله، وقبل هذه الآيات نقول له يعني ولا تحزن الله تعالى، احنا مؤمنين الحمد لله كان أمن الله تعالى. الله تعالى كيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يعني ما تحزنش، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحمد لله الإيمان موجود، الحمد لله الإنسان كيأمن بالغائب وكيأمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، آمنا به ولم نراه وآمنا بالله تعالى، فالإنسان ما يحزنش، الإنسان بالعكس الإنسان وإن شاء الله يعني إن شاء الله كل شيء يكون بخير إن شاء الله. نقرأ الآية إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ما شاء الله ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم جزاك الله خير الجزاء القارئ أنس الهبطي من طنجة على هذه القراءة الطيبة نسأل الله تعالى أن تكون شفاء من كل داء وسقم لكل المرضى بداء الاضطراب والاكتئاب يا ربي آمين جزاك الله خيرا وحسن حياك الله أخي الكريم جزاك الله ألف خير بارك الله فيكم أخي ونتحول من طنجة إلى وجدة مع الأخت مينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا الأستاذ كريم مستوش حرمي فرحان كيف محفظ الله يحفظك لالا أمينة بارك الله جزاك الله قبلك نعم لالا أمينة لكن ممكن تبدل شوية المقام ديالك لأن هناك اضطراب في الصوت جزاك الله ألف خير شكرا شكرا إن شاء الله نعم لالا أمينة بغيت نقول لك واحد الحاجه وما عرفتش شنو نبدلك نعم بعد ما كنت كنقسم ما بيا ما عليا كنصلي صلاه وتوضا الناس كلشي كيتقلب ليا كيبقى مسكين وبغيت نجلس بوحدي وانا غايبه ما شاء الله لالا مين شحال العمر ديالك 24 سنه واش كديري في الحياه والو غير البيت مسؤوليه وانا جالسه الله اكبر ما شاء الله وكتظني بان الجلوس ديالك بدون عمل ربما قد يكون هذا من بين الاسباب اللي كيخلوك هكذا حزينه ومهمومه
لالا أمينة، ربما هناك اضطراب في الصوت ديالك، كنتمنى أنك لو تحولتي من مقام آخر بس نسمعك مزيان ونستفدوا من القصة ديالك ومن الحالة النفسية ديالك، وإن شاء الله تعالى إذا كان ممكن تعود تصلي بنا مرة تانية. وكنقول أكيد أن بنت عند 24 سنة مات والديها، عايشة وحدها بدون عمل، هذه غتكون مهيئة لاضطرابات نفسية. أول حاجة كتعيش ذكريات فقد والديها، والبنت مكسورة الجناح وعندها عاطفة قوية وجياشة، ودائما غتبقى محصورة في الذكريات مادام أنها في البيت سد عليها وبدون عمل، بلها خصو يتشغل بأي شيء، فكيبدي تشغل بالذكريات وتفكر الأيام الجميلة والرائعة ملي كانت مجتمعة مع أمها وأبيها على مائدة الطعام وفي لحظة النوم، وكتفكر وغتبدأ تبكي وغتبدأ تحزن وتقول هذيك الأيام لن تعود أبدا. وهنا الإنسان كيسقط في الاكتئاب في الماضي، كيبدأ متعلق بالماضي دياله. فهنا أول حاجة ما كنصحوا الأخت أمينة، كنقولوا بأن الوالدين ماتوا كيتسالون الرحمات، ما نسوهوش من الأدعية والصدقات، كل يوم نترحموا عليهم وإن شاء الله هما في ضيافة الرحمن. لكن تي أختي أمينة لابد أن تنشغلي بأي شيء، بزاف ديال الفتيات كيبقوا ينتظروا لعل يأتي فارس الأحلام، لعل يأتي الزوج، وقد يأتي وقد تطول غيبته، وهذيك المدة ديال الغيبة تكون محلا للاضطراب. لهذا كنقول الأخت أمينة لابد أنك تخرجي من العزلة وتبحثي عن أي عمل، ولكتي ميسورة وما في حاجة لعمل، ابحثي عن أي جمعية أو عن منظمة أو عن أي نادي نسوي وندخل ليه وندير علاقات معه ومع ونساهم في العمل الاجتماعي، غادي يكون إن شاء الله تعالى سبب في علاج الحالة النفسية اللي كتشعري بها، وأيضا في تحصيل السعادة وفي بناء شخصيتك وحياتك المستقبلية. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك. ومعنا مكالمات كثيرة وكثيرة على الخط، ندرجوها بسرعة. من وجدة معنا الأخت حسنة. السلام عليكم سي الطيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فرحانة بزاف حيت تكلمت معاك. الله يجازيك بخير لالا حسنة. شحال هادي وأنا نتصل وما كانش يشد لي الخط، ودابا الحمد لله شد لي الخط. مرحبا. سي الطيب بغيت غير تدعي معايا ربي يسر الأمور ديالي وبراجلي. ما شاء الله. ما الزوج ديالك لالا حسنة؟ عندي مشاكل مع العائلة الزوج ديالي. لا إله إلا ياك، ما ساكنة معهم في البيت ولا وحدك؟ وساكنة معاهم. ما شاء الله. واش انتي غير مرتاحة مع هاد السكنة؟ ماشي مرتاح بحالي، ما يهتموش بيا. ما شاء الله. وما بغيتش نطرح المشكلة على الهواء، بغيت الرقم ديالي. واخا اختي حسنة، واخا بإذن الله انا غنعاود ندوزك الى الاستوندار ونعطيك ان شاء الله الرقم ونتواصل معك، لكن كنبغي نشير في هذه النقطة المجموعة من الفتيات اللي كيتزوجوا وكيسكنوا مع العائلة ديالهم وكتبدا المشاكل كثيرة. المفروض أننا نكون إن شاء الله من اللي تزوجنا نكون عائلة واحدة وكلمة واحدة وقلبا واحدا، لا داعي للصراع، لا داعي للخصام، لا داعي للاصطدام، فإنه إذا وقع أي اصطدام ما في رابح وما في خاسر، الكل خاسر. فكنقول أخت حسنة أنت مازال شابة صغيرة، وربما قد تكون أم الزوج كبيرة في السن ومحتاجة للعطف والحنان، فالمفروض منك أنت أختي حسنة تكوني إن شاء الله تعالى أنت عندك كلك طاقة وكلك حيوية، حاولي أنك تكسبي هذه العائلة وتندمجي معهم، حاولي ما أمكن تقربي لهم. إذا كانت البادرة لابد تبدأ من واحد، واش من الزوجة اللي هي صغيرة ولا من عائلة الزوج اللي غالبا في الأم أو في الأخت، فالزوجة الذكية الزوجة الحاذقة هي التي تصنع مكانها وسط العائلة بالابتسامة الحلوة وبرقة الحركة، وأيضا بالاندماج داخل النسيج الاجتماعي داخل الأسرة
وتربحين إن شاء الله تعالى، وزوجك يكون سعيدا، والعائلة كل كلها راضية. نسأل الله تعالى أختي حسنة أن يرزقك السعادة والابتهاج، نسأل الله تعالى أن يوفقك في هذه الحياة الأسرية، ويجعل المودة والرحمة بينك وبين زوجك وأمه وأخواته وإخوانه والعائلة جمعاء. ربي يا كريم ألف بين قلوبهم أجمعين. ونتحول من وجدة إلى إنزجان مع أخينا أحمد. أهلا سي أحمد، مرحبا بك. لاباس عليك، تحية لك وتحية الطاقم تقني المرافق لك. أكرمك الله سي أحمد، بارك الله فيك. غير نقول لك أستاذ كرهبان، إلا عقلتي اتصلت بك قبل عيد الكبير على حساب الأخ ديالك اللي عنده 24 عام من شلول. أي سيدي. المهم غير نقول لك أستاذ الله يجازيك بخير، إلا كان ممكن تدعي معنا راه مات لينا قبل عيد الكبير واحد السيمانة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. راه مات لينا خويا أستاذ الله العالمين، بقى في الحال قلت له قلت نعيط عليك إذا كان ممكن تدعي معنا، راه قلت لك ما بقى السيمانة يبقى العيد الكبير هو يموت عنده 24 عام تقريبا. عاودت لك على أستاذ إلا كتذكر مزيان. إياك الذكر، إن لله وإن إليه راجعون. لا إله إلا الله، ما شاء الله. أخويا أحمد كيفاش كيفاش توفى؟ واش هو الشلل ماشي السبب ديال الموت؟ لا يا اخو، المهم الشلل استاذ اللي كان مشلول يعني كان كيتعصب ويعني كيتنرفا بوحدو، راه عاودت لك كما قلت لك قبل عيد الكبير كيتنرفا شويه. المهم نعم عنده الاعصاب وعنده الطونسيون وعنده الزر. المهم مات لينا في حصه تقريبا على سما داكشي التحديد ديال الاطباء قال لك مع جوج الليل. نعم. ديال نهار الاحد، جوج الليل ديال نهار الاحد ملي بقات سيمانه العيد الكبير. الله هو يموت مسكين. لا والله ما سجل بالتقنيه، ما حضر ليه حتى واحد، نفس المال الدار وما شافوه وما حضروا ليه. مشينا المهم صبح لحد تقريبا ومشينا ليه، مشينا للجنازه ديالو. والله العظيم استرينا ما صابرش، انا قلت لك كان ممكن تدعي معنا. يا خويا اذا كان ممكن تدعي معنا الله يجازيك بخير. ضروري استحمل، ضروري استحمل، ضروري ان شاء الله. وكيف بقات مسكينه الوالده والوالد والخوت؟ الوالده خويا استاذ كره ما راهي عقلتي تا ورا فيك الله يرحمها، راه الوالده مات والوالده مسكينه. الوالده باقا وسي يعني لحد الان كاع ما ندير حاجه يعني الان ما الله خويا وسي ما نسيناه كاع. انا راه عايز على الكلام دروك استاذ. لا اله الا الله، لا اله الا الله، والله العظيم الا بقى فيا الحال والله زيد على البرنامج ديال نهار الجمعه. كنتسنت لهم داك البرنامج داك ديال نهار الجمعه. نعم سيدي. والله العظيم خويا استاذ الا كنتسنت لي قلت لك والله العظيم الا عرفتي كان بكي ما كنتمنى كاع الاعصاب ديالي كان بكي بسبب المرض ديال دوك الناس. ما كانت تعذب انا ما عنديش انا والله استاذ يكون عندي باش نعاونهم الا كان عارف هذه الاذاعه هذه يكون عندي كوفيد نعاونهم مثلا جيت عندكم اخويا. بلاصه اخويا كتعاونا بالدعوات ديالك، الدعوات ديالك هي كتخلي اهل الاحسان يتقاطرون على البرنامج. لا اله الا الله. والله العظيم كان بكا استاذ بوحدي وكيبقى فيا الحال وكنقول يا ريت كنت بيد شي حاجه باش نعاون هاد الناس يعني كيبقى فيها الحال. واولا بعدا كنشكرك انت. العفو اخويا. وكنشكر تقنتك من المرافق لك وكاع دوك الاعضاء ديال الجمعيه والناس والمحسنين اللي كيساهموا، كنتمنى لهم مزيدا من العطاء. يا رب الله يوفقهم والله يوفقك انت والله يوفق الناس ديال الجمعيه والطاقم التقني والاداريين الا كان ممكن. الله يجزيك بخير على حساب الاخ ديالنا الا كان ممكن تدعي معنا. والله العظيم استاذ بالتقني لا الهضره دابا كتلف ليا الاخ ديالي لحد الان باقي لي هنا في قلبي اخويا استاذ. لا اله الا الله. ما حضرتش ليه وما شفتوش ما شاء الله. راه تلفت والله يعني من تلفت ما شاء الله. عظم الله اجركم ونسكم الصبر والسلوان وراه الحمد لله في ضيافه الرحمن. الاخ ديالك راه ما مشافين الا كانت الجثه في التراب، راه الروح الطاهره في ضيافه الرحمن. نسال الله تعالى العلي العظيم ان يرحمه رحمه واسعه. اللهم ارحمه رحمه واسعه. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم اجعل قبره مزارا للملائكه. اللهم اجعل قبره روح وريحان وجنه نعيم. يا ربي يا كريم ادخله الجنه بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا رب اجعله من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا رب أكرم وفادته وأكرم ضيافته بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وارزق أمه الصبر والسلوان، وارزق أهله وإخوانه وأخواته يا رب يا كريم مزيدا من الأجر والتواب. وإن لله وإن إليه راجعون. اللهم آمين. استاذ كريمه الا كان ممكن انت تدعي معايا والله العظيم يعني راه واحد الحاله راه لا يرثى لي ملاقيين خدمه ما يعني مكرفتين وما نديناش الاخ ديالي واحد الحاله. لا اله الا الله. استاذ الا كان ممكن تدعي معايا الله يجازيك يا رب. الله يفرج عليك. كيبقى فيا الحال عرفتي ملي كنهضر معاك دابا استاذ والله العظيم كان ملي كنترعد وكتجيني بكاع ملي كنهضر معاك سبحان الله العظيم يعني انت داخل ليا قلبي واحد الشخص
سبحان الله العظيم ما عرفت كيفاش بغا يديروا في هذيك الوسط. والله يعني لا عزيز عليا كنهضر معك كنحاول نتمالك الاعصاب ديالي. الله يرفع المقام ديالك اخويا احمد، واسال الله تعالى ان يغنيكم من فضله. الله عز وجل عنده خزائن السماوات والارض، ينفق كيف يشاء، ما كاين لا ازمه اقتصاديه ولا مشاكل ولا اي شيء، كاين رحمه الله واسعه. نطلب الله تعالى يا كريم يا جواد يا رحيم، اللهم اغدق على اخينا احمد وعلى عائلته الرزق الوفير، اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك، اللهم انت الغني يا ربي، افتح لهم باب التيسير وافتح لهم باب الفرج، اللهم افتح لهم كل باب في الخير، اللهم احفظهم من التعسير يا رحمن يا رحيم، اغنهم بفضلك عمن سواك وارزقهم الطمأنينة واجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها. اخي احمد اكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين من الضيق بك اكثر منها، وربي غيفرج عليك والله الذي لا اله الا هو لا يرزقنك الله تعالى من حيث لا تحتسب. الله يعلم اخويا استاذ، كنصلي الحمد لله وكنديرو في صلاتنا وما مبليين الحمد لله، كنديرو في صلاتنا وكنديرو قيام الليل الحمد لله، الله يبارك لنا والله يغفر لنا الله يتقبل الصبح ديالنا والله يقبل لنا الخير اللي كنديرو هاد الصلاه هذه والله يتقبل لك يا استاذ. بارك الله فيك، عزك الله خويا احمد، والتحيه لك بعدا، التحيه للتقنيق والرفيق لك، المهم كنجدد لهم التحيه بزاف، كنشكرهم على هذا البرنامج هذا. شكرا جزيلا اخي احمد، اسمح لي بزاف استاذ. اعزكم الله سيدي، اكرمكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، وان لله وان اليه راجعون. نتحول من انزكان وغمشوا للدار البيضاء مع الاخت كنزة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاله كنزة مرحبا بك. الله يا سيدي انا فرحانه، يطول لي عمرك يا استاذنا يا استاذنا يا استاذنا. الله يفرحك بدخول الجنه لاله كنزة. يا ربي تفرحك حتى وتعطيك صحيحتك، والله حتى عندي انا اليوم العيد وعندي فرحه كبيره. لا اله الا الله، الله يرفع المقام ديالك. انا فرحانه، انا فرحانه، وعرفتي من اش غنقول لك، من اللي بدا هذا البرنامج ديالك وانا كنحاول الا هذا اليوم السعيد انا اللي فيه فرحانه بزاف، وشبر لي هذا النهار الخط وانا فرحانه يا استاذ يا استاذ. اعزكم الله اختي كنزة، الله يكبر بك لاله. الله يطول لي عمرك يا استاذ، انا غيرك انا بعدك غندعي معك، الله يعلي مقامك ويعلي درجتك يا رب يا كريم، انا واياكم اولي الجنه، انا واياكم يا رب يا كريم، انتوا المسلمين اجمعين يا رحمن يا رحيم. انا خويا العزيز، انا خويا كريبان، انا وليدي هو حدايا ووليداتي كلهم حدايا، هما امرت ولدي وكلهم دابا كلهم كيسمعوا، وقالك بغيك تدعي معاهم ومع المسلمين اجمعين يا ربي يا كريم. وانت وليدي الكبير كيقول لك ادعي لي مع مراتي راه حامله، يرزقها ربي واحد الصوره كامله مكموله، وشي وليد تسمع اش كيقول، شي وليد قالك الذريه تكون صالحه يا ربي يا كريم، وتكون متدينه وتكون انت تعرف الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. وواحد عندي واحد الوليد اخر صغير تيصلي وتيقطع، انا بغيتك غير تطلب الله سبحانه وتعالى ويكون هذا الصوت ديالك مسموع، راه هو تو تيسمع، وبغيت ربي سبحانه وتعالى يجعل الصلاه في القلب ديالو يا ربي يا كريم، وتكون لي في الصدر ديالو وما يلقاش يصلي ويقطع يا ربي يا كريم. كنخاصم عليه كنخاصم عليه كنخاصم عليه، يقول يا ماما يعني وكيحني راسو، ولكن ما بغيتوش يبقى يصلي ويقطع استاذنا. لا اله الا الله، واستاذنا راك عزيز وغالي الله يرفع المقام ديالكم لاله. وكنشكر هذيك البنت اللي كتستقبل المكالمات. نعم لاله وفاء، لاله وفاء طيبه مباركه الحمد لله، يلاه يلاه ولات بنية صغيرة ورزقت بولد باقي رضيع، وكتخليه مسكين كيرضع كتخليه مع باباه وكتجيب وحده وكتبقى معنا سهرنا معنا في هذا الليل، الله يعاونها ويتقبل منها. وهي فرحي وهي فرحي وهي فرحي وهي سعدي، بغيت ربي يكمل عليها، بغيت ربي يزيد مداده ويعلي درجتها. امين امين، راه كترفع يديها الان كتقول امين امين امين. بغيت يسرك بنيتي، وبغيت ربي يحفظ لك ديك الصبي، وبغيت ربي ديك الصبي يجعل فيها البركه والخير، ويجعلك ربي يا بنيتي مستوره، وبغيت كي النجمه في السماء يا ربي يا كريم، ربي يحفظها وينجيها، وبغيت ربي كلمة السر لسان ما بين السنان. اللهم امين يا رب، يحفظكم حتى تومايا، وبغينا الدعوه الكبيره والله والله الكرم ديالكم لاله كنزة، الدعوه ديالك كتسوى الملايين، كتسوى الملايير عند الله تعالى يا رب، هنيئا لك بهذه الكلمه الطيبه والخارجه من اعماق القلب. وحنا نطلبوا الله تعالى في هذه الليله المباركه والساده المستمعين اللي معنا جميعا، نقول يا ربي لاله كنزة اولا يا ربي كرمها بشي حجه ولا بشي عمره، يا ربي يا ربي تاتي كرامه من عندك بلا قرعه وبلا اجراءات اداريه، تجيها كذا كرامه من الرحمن يا رب يا كريم، وجميع الساده المستمعين والمستمعات يا رب يا استاذ، والوليد ديالك يا ربي كل ولادك الله يحفظهم ويرعاهم، وديك الزوجه اللي هي حامله يا رب يا كريم، احفظ ما في بطنها، اللهم احفظه في سمعه وبصره وفؤاده، اللهم اجعله يكون زيره خير في الاسلام، اللهم انبته نبته حسنه وبارك فيه واجعلنا الاخيار الابرار يا رب يا كريم، ووليدك وزوجته الله يقلب بنا قلوبهم، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم ارزقهم الموده والرحمه، وذاك
ذاك الولد اللي كيصلي وكيقطع. نسأل الله تعالى أن يحبب إليه الصلاة ويحببها إلينا جميعا. اللهم يا كريم حبب إلينا جميعا الصلاة، وذاك الوليد الله يجعله يا كريم. اللهم نسألك أن تجعله من المصلين، من المواظبين، من الأوائل في المسجد في الصف الأول. اللهم ابليه بالصلاة والوضوء والقرآن الكريم، وأغنيه بفضلك عمن سواك، وأنبت نباتا حسنا برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. وادع العائلة الطيبة دير لك كنزة. اللهم اجمع شملها وارفع مقامها وزدها من فضلك واحفظها من كل سوء وادفع عنهم البلاء بفضلك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولكل من قال آمين اللهم أعطيه مثله وزيادة. آمين يا رب العالمين. ونتحول من الدار البيضاء إلى إقليم الراشدية مع الأخت حسنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام نهار كبير هذا دكتور. الله يكبر بك. لله الله يبارك فيك أستاذ. مبارك بالله مبروك الحجة دكتور. الله يعزك لله. الله يكتب لكم حجة وعمرة متعددة. آمين يا رب. الله يخليك لينا دكتور إلا خدتك علينا. الله يرفع المقام ديالك لله. كنشكرك وكنشكر الدكتور قريبي والدكتور محمد بر اللي كيكون في الفجرة أستاذ. نعم لله أكرمكم الله. الله يبارك فيك دكتور. الله يخليك لينا. أعزكم الله لله. بعطيك الجنة ونعيمة. إنا وإياكم جميع المستمعين والمسلمين. يا رب. انا عندي اربعه البنيات دكتور. تبارك الله. الله يبارك فيك تدعي لي معاهم. كنخدم عليهم كان شي 18 عام هادي وانا كنخدم. تبارك الله. عندي الحماده ديالي وكاين الراجل راجل المتدين. الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله. يلا بغيت تدعي مع الوالد الله يعفو عليه طاح لي هاد الايامات. الله 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 يشافيه ويعافيه يا رب يا كريم. اللهم شافيه وعافيه يا رب. في العمر ميتالي الوالده يا رب يا كريم. اللهم ارحم رحمة واسعة. يا رب يا كريم. الله شافي الوالد ورحم الوالدة. لالا حسنة بغيت نسولك كي دايرة انت ساكنة مع الحمات ديالك؟ كاينة معايا 21 عام هي معايا. تبارك الله. واحد اللي عندها. وكيفاش عايشة معها في وئام في طمأنينة؟ الحمد لله مات امي وهذه امي. سبحان الله سبحان الله. مالك الحمد. وكاين لالا حسنة كاين بعض العريسات كيشتكي وكيقول لك ما عندهمش انسجام ما عندهمش تفاهم مع الحماوات ديالهم. باش تصحيهم مالك الحمد دكتور. والدعوه ديال هاد هي اللي كتجري عليا هي والوالد. سبحان الله. قال لك الدعوه ديال الحمات اكثر من الدعوه ديال الام. هي كتقول ديما كنخرج كتقول لي سيري بنتي الله يستر عليك الله يسهل عليك. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. والراجل الحمد لله سعيد. ما كيخدمش وكنت انا اللي كنت هزاهم هي وولدها وبناتي. واللهم لك الحمد يا دكتور. وربك يعاونك يعطيك المدد. كيعاوني وخا ان بنادم وداك الشيء دكتور. اللهم لك الحمد كيوقف الله. الله يغفر لنا وله. كاين يقينا عند الله. لا اله الا الله لا اله الا الله. ولالا حسنة واش عارفه بان عندك اربعه البنات؟ اشنو هو الفضل ديال اربعه البنات؟ اللهم لك الحمد. الفضل ديال اربعه البنات هو ان انا مثالي وحده دكتور عندي تويميين. لا اله الا الله. وهذيك اللي ماتت هذيك اللي ماتت شحال كان عمرها؟ دابا عند هذيك اختها عندها 12 عام تقريبا 2 جوج. وهي ملي مات شحال كان عمرها؟ كاينه عائشه هي ديك الزوجه عائشه. ولكن الاولى مات مع الخدمات عرفت بيها مات. وهذيك الحمد لله هذيك مسكينه هذيك اللي طاحت ميته هذيك كتسمى كتسمى واديه عند الرحمن غتسنيها وتسناك في باب الجنه. اما هاد اربعه البنيات رب الفضل ديالهم فضل الله تعالى لن ترين النار ابدا. قال صلى الله عليه وسلم من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات فعلهن وكسهن من جدته كن له حجابا من النار. النار ما يشوفهاش من القبور إلى الجنة. النار ما يشوفهاش نهائيا. واللي عنده 2 واللي عنده 1 وتهلا فيهم وصبر عليهم لأن البنات عندهم مسؤولية كبيرة. ربك يعطيك هذا الفضل العظيم بأن النار ما تشوفهاش. حتى كاين بعض الناس كيسخروا من البنات وكيحقروهم. وقال لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. لا تؤذوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. والأجر ديال البنت أضعف في 2 عواد من الأجر والتواب ديال الذكر. فاللي عنده البنت كيعطيها الله تعالى الأجر والتواب مضاعف على عندها ذكر. فأنت لالا حسنة محظوظة الحمد لله ذكر أربعة بنات وعطاك الله حمات اللي انت تهلتي فيها وكتدعي معك بالخير وعطاك الله رجل متدين. هذا كله خير الحمد لله في الحياة ديالك. نسأل الله تعالى أن يحفظ بناتك وينبتهم نباتا حسنا
ونسأل الله تعالى أن يرحم الوالدة ويوسع لها على الرحمات ويجعلها في جنة الفردوس. ونسأل الله تعالى أن يشافي الوالد، اللهم شافيه وعافيه، اللهم طبه في العيد، اللهم يا رب يا كريم أطل عمره واطرح فيه البركة والخير. وهنيئا لك لحسنة. بدنا نقولك دكتور الله يجازيك بخير. إيه لا لا، واحد النهار الحال أنا حلمت هكا، كان حتى قيام اللي كندير وكنصلي وهذا، واحد النهار حلمت بحالي لا جارتي جاتها الورقة، قلت لها الله سميتها فاطمة ديك المرأة، قلت لها هاك وجاب لي واحد السيد ورقة قال لي هاكي عطي لجارتك الورقة تسني باش تمشي للحج. إيه وقلت له وأنا ما جبتش لي باش تمشي، قال لي غادي تمشي يا هذا العام وتمشي أنت العام الجاي. لا إله إلا الله. لا نعم نطلبوا الله الله عطينا حجه يا رب دكتور. الحلم بالحج لا يقبل تاويل، ياتي على الواضح والبيان. فالجاره ديالك بشرها بان ان شاء الله تعالى غتكون حاجه، لان مادام اللي حلم بالحج وهو صادق راه لا يحتمل الا الحج، وانت ان شاء الله تعالى جايه من وراها، هذه بشاره لك ولها. هنيئا لكما، الله يعجل لكم بالفرج ويجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا يا رب يا كريم. ونتحولوا من الرشيدية وغنمشيو لمراكش مع الأخت حسنة أيضا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. للا حسنة مرحبا بك. ألو ألو للا حسنة لبس عليك. لبس الحمد لله، كنشكرك على البرنامج. حياك الله لالا على واجب. انا كنبغي واحد السيد، دعام فهم، وانا كنبغيه وكيقول لي يا بنت نتزوج بيك وهذا وهذه لي ما تصدمني، قال لي اخو ما بغاش سنتي. نعم العقد هو بعيد، وقال لي خويا لا ما خصك تجوج بها لحقتك هي بعيده. فهمتي بعيده فين؟ نتوما كلكم في المغرب بلد واحده. الحمد لله عرفتي وصدمني، ودابا ملي كنبغي نصلي كتلف عليا الصلاه. فهمتي لا اله الا الله، وهذا ماشي مبرر يعني منطقي ومعقول. فين بعيد؟ واش انت في مراكش؟ هو فين؟ اي مدينه؟ في الناظور. هو في الناظور، ما في مشكل، انت ممكن تسافري ما عنده من مراكش للناظور. انت عندك استعداد انك تغادري مراكش وتمشي للناظور، الزوجة تلتحق بزوجها. ماشي مشكل، ربما هذا غير مبرر، ربما يبدو بانه غير منطقي. على كل حال اختي حسنة، الصدمة كتكون في الاول كبيرة، ومن بعد كتبدا كالضعف، لان كل شيء يبدأ صغيرا ثم يستمر في الكبر الا الصدمة، تبدأ كبيرة وتستمر في الصغر حتى تتلاشى. هاد الشاب إلا كان ربي مكتبو لك في السجل المحفوظ راه غادي يكون الزوج ديالك، وغادي يجي عندك داير يدي فوق راسو وجاي بالرغم من عنه. إلا كان ربي ما مكتبش لك راه واخا يوعدك مليون ألف وعد راه ما غايكونش من النصيب ديالك. أنت أختي حسنة، وهذه رسالة لك ولكل البنات ديالنا والأخوات ديالنا، ما تحاولوش تملؤوا قلوبكم بالمحبة لواحد الشخص قبل الزواج. المحبة الحقيقية تأتي بعد الزواج، ممكن يكون إعجاب، ممكن يكون ارتياح. إذا ارتحيت ندعو الله تعالى يا ربي إذا كان فلان أو كانت فلانة خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسرها لي وقدرها لي وبارك لي فيها، إذا كانت غير ذلك فاصرفني عنها واصرفها عني وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. الزواج رهو قسمة ونصيب، إذا كان مكتب لك الله تعالى لا داعي للاصطدام. انا ننصحك عوض ما تصدمي وتبقى تبكي وتسمعي الاغاني ديال ايام زمان، افضل شيء انك اختي حسنة تتوضئين وقومي قبل الفجر ودعي الله تعالى يا ربي هاد الشاب انا كنبغيه، الا كان فيه الخير ليا كتبوا ليا وجيبوا ليا وسهل ليا الامور، الا كان يا ربي هاد الشاب ما مكتبوش ليا وحياتي ما غتكون فيها معاناة يا ربي هو رزقه زوجة صالحة في حياته، وأنا يا ربي عوضني خيرا وعجل لي بالفرج ولا داعي للصدمة، خلي عندك صدرك مرتاح والحمد لله حتى حاجة ما ضاعت. وربي كبير وشحال ديال الفتيات وقعت لهم بحال الصدمة ديالك وبكوا بكاء شديد ونظموا الأشعار
وسهروا الليالي وبقوا كيسمعوا اي اغاني ايام زمان وضيعوا وقت كثير. وكاين اخريات عوض ما يبكيو مشاو توضوا وذكروا الله وصليوا وربي عز وجل عوضهن خيرا مما ضاع. كيجيب لها رجل اخر كامل مكمول خلقا وخلقا وثقافة ومالا وعزا وكرامة، فلا داعي للصدمة. أنا لا أحب أن أسمع من أخواتنا وبناتنا صدمة عاطفية قبل الزواج، بالعكس هناك إعجاب طبيعي، هناك ارتياح طبيعي، ولكن لا يصل إلى التعلق إلا بعد الزواج، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم، يعني الزوجة ديالك راه مخلوقة منك، واخا تقلب على واحدة أخرى هذيك ماشي هي نصيبك، نصيبك هي الزوجة ديالك. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذيك جعل العلماء قالوا الجعلية، الجعلية بأن المحبة الحقيقية الصادقة الطاهرة لا تكون إلا بعد عقد الزواج. فأختي حسنة، لا داعي للقلق، لا داعي للحزن، لا داعي للصدمة، بالعكس أنا أنصحك أنك تعلقي بالله. إلى ربي مكتبوا لك راه غادي يجي خاضع راكع، إلى ربي ما مكتبوش لك طلبي الله تعالى يعوضك خيرا منه وربي يفرحك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين، اللهم ارزق أختنا حسنة قوة الإيمان، اللهم حبب إليها الصلاة، اللهم ارزقها الخشوع في الصلاة، اللهم يا كريم ارزقها زوجا صالحا. إذا كانت الزوج هو المكتوب اللهم عجل به، اللهم قرب بينهما، وإذا كان غير مكتوب اللهم اختر لها زوجا مكتوبا يكون من الصالحين الأخيار الأبرار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وغنتحولوا من مراكش الى الخميسات مع لالا رشيده. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور طيب، كيف الاحوال؟ ولله الحمد. رشيده كنلمس من الصوت ديالك بانك متفائله وانك سعيده وفرحانه، بخلاف نعم بخلاف حسنه. حسنه من مراكش اول ما سمعتها عرفت بانها تحمل في صدرها هما الله يفرج الهم ديالها، وانت الحمد لله سعيده. الحمد لله، أنا فرحانة وعندي شرف كبير أنني يوم برنامج معكم. لا رشيدة، ربما هناك بكثرة فرحتك ربما الريزو اللي كيربط في الإذاعة وقع له تذبذبات. إذا كان ممكن أختي رشيدة غيري مقام ديالك، لكن بعدي من الراديو ولا إذا كان قريب. واخا واخا، ممتاز الآن، ممتاز، مرحبا. دكتور عافاك، أنا طالبة سنة ثالثة في الحقوق، وبغيت تدعي معايا، مبقى لي والو الامتحانات ديالي. إن شاء الله إن شاء الله. لالا رشيدة، أش كطمحي تكون إن شاء الله في المستقبل؟ واش محامية ولا قاضية ولا في أي مجال؟ انا يعني ما عنديش حاجه محدده كنفكر فيها، كنقرا اللي يعني اللي كنفرزق وكنكتب ان شاء الله غادي نوصله. ممتاز، الانسان كيخلى في يد الله ربي يختار ليه. سبحانك يا الله. عافاك، بغيت تدعي معايا انا وصديقتي ديالي، حنا راه في الحين الجامعي وكاينين معايا وحتى هما كيسمعوا دابا. مرحبا مرحبا مرحبا، الحمد لله. وكيدير انتم في الحي الجامعي منسجمات فيما بينكن؟ الحمد لله الحمد لله، زعما ربي طيحنا مع الناس مزيانين بحالنا بحالهم الحمد لله. وما كتشعروش بالحنين الى الوالدين والاسره؟ ما كنمشيو تقريبا، عندي ما كنمشيو. الحمد لله الحمد لله، الله يوفقكم لكل خير يا ربي يا كريم. وحنا سعداء بان البنات ديالنا الحمد لله طالبات مجدات مجتهدات ومتوافقات، هذا شرف لنا جميعا ملي كنلقاو البنات ديالنا الحمد لله في هذا المستوى الرفيع وغدر الطهاره وعلى التقوى وعلى الصلاح، شرف لنا كلنا المغاربه باذن الله. اسال الله تعالى رب العرش العظيم ابنتنا رشيدة وكل صديقاتها الطالبات، اللهم يا ربي يا كريم، يا رب، اللهم ارزقهن حسن الفهم وارزقهن حسن الإدراك وارزقهن يا رب النجاح والتألق دوما إلى الأعلى
يا رب اجعل كل عسير عليهم سهل يسير. اللهم املأ قلوبهن بالمحبة والسرور والسعادة والابتهاج، واجعلهن من الناجحات المتفوقات. وفي القريب العاجل اللهم اختر لهن عملا يناسبهن. اللهم ارزقهن عملا مباركا طيبا فيه رزق وفير وفيه استقرار وفيه مستقبل باسم. اللهم يا رحمن ارزق كلهن قريبا زوجا صالحا طيبا مباركا مرضيا مهديا، واجعل حياتهن كلها سعادة وابتهاج. وجميع بنات المسلمين قولوا معي جميعا آمين. يقول لكم ملك من السماء ولكم اللهم يا كريم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا غفور اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. نعود إليكم مستمعي الأفاضل ونواصل هذا البرنامج المباشر الذي هو منكم وإليكم. أذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل 0522 43 00 09، أو 0522 46 72 50، أو 51 52. هذه اللحظة التي كنا نستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة، أحد المحسنين الكرماء الذين ظل يساهم بقسط وافر في برنامج قلوب رحيمة، هو من الأغنياء لكنه يشعر بأنه فقير إلى الله. المال يمسكه في يده، أما قلبه فهو فقط مليء بمحبة الله. هذا المحسن الذي يعطي ويعالج المرضى ولا يكاد يظهر ولن يظهر لأنه يحب الإخلاص مع الخالق، بعث لنا برسائل لما سمع مكالمات الأخوات الصالحات سواء من الراشدية أو من مكراكش أو من إنزجان أو من وجدة، قال إن هذه الكلمات أقرأها عليكم. قال: اللهم برائحة الجنة بلغني، وببياض لوجهي أوعدني، وبظل عرشك أسكني، وبرحمتك ارحمني، واغفر لي يا غفار الذنوب. ثم قال أيضا في رسالة أخرى: اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا. وقال أيضا: عبادة غالية عند الله قليلة الوجود بين الناس، وهي صفاء القلب. قال بعضهم: كلما مررت على بيت مسلم مشيد دعوت له بالبركة. وقال بعضهم: وكلما رأيت نعمة على مسلم، سيارة، مشروعا، مصنعا، زوجة صالحة، ذرية طيبة، قلت: اللهم اجعله معينا له على طاعته وبارك له فيها. وقال آخر: كلما رأيت مسلما يمشي مع زوجته دعوت الله أن يؤلف بين قلبيهما على طاعته. وقال آخر: كلما مررت على عاص دعوت له بالهداية. ويقول آخر: أنا أدعو الله أن يهدي قلوب الناس أجمعين فتعتق رقابهم وتحرم وجوههم على النار. وقال آخر: عند نومي أقول: يا رب، من ظلمني من المسلمين فقد عفوت عنه فاعفو عنه، يا رب، من ظلمني من المسلمين فقد عفوت عنه فاعفو عنه، يا رب، من ظلمني من المسلمين فقد عفوت عنه فاعفو عنه. فأنا أقل من أن يعذب مسلما بسببي في النار. هذه هي القلوب الصافية، قلوب طاهرة، ما أحوجنا إلى مثلها. اللهم لا تحرمنا منها، فإن القلوب الصافية سبب في دخولنا الجنة. كان الإمام الحسن البصري يدعو ذات ليلة يقول: اللهم اعف عمن ظلمني، اللهم اعف عمن ظلمني، وكان يكثر من ذلك. فقال له رجل:
يا أبا سعيد، لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك حتى تمنيت أن أكون في من ظلمك، فما دعك إلى ذلك؟ قال: قول الله تعالى. قال الله عز وجل في آية قرآنية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الذي يعفو عن المخطئين الله تعالى هو الذي يعطيه الأجر والتواب من عنده، هو الضامن. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إنها قلوب أصلحها ورباها القرآن الكريم، فهنيئا لها بالجنة. إذن لا تحزن أيها المسلم على طيبة قلبك، فإن لم يوجد في الأرض من يقدرها ففي السماء من يباركها. حياتنا كالورود، فيها من الجمال ما يسعدنا، وفيها من الشوك ما يؤلمنا. كان لك ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك، وما ليس لك لن تنله ولو بقوتك. الوعي في العقول وليس في الأعمار، فالأعمار مجرد عداد لأيامك، أما العقول فهي حصاد فهمك وقناعاتك في الحياة. كن لطيفا أيها الإنسان بتحدثك مع الآخرين، فالكل يعاني من وجع الحياة وأنت لا تعلم. اللهم أصلح حال قلوبنا أجمعين. هكذا قال هذا المحسن الذي هو تري بالمال، لكنه يشعر بأن قلبه فقير إلى الله، فهو المال في يده، أما قلبه فقط مرتبط بالله. هذه هي فلسفته في الحياة، هذه هي رؤيته للوجود، وبذلك ينال العباد الدرجات العلى في الدين والدنيا والآخرة. ونتحول إلى الدار البيضاء، معنا مكالمة مع أخينا عبد الرحيم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي عبد الرحيم مرحبا بك. ازيك دكتور؟ ازيك بخير؟ كيف الحال؟ لاباس؟ واش بخير؟ أكرمك الله خويا. الحمد لله كلشي بخير. كنشكرك على هذا البرنامج القيم اللي كتحفنا به كل ليلة، وجميع المواطنين المسلمين اللي كاين في المغرب كامل ولا حول ولا خارج المغرب اللي كنتسنتوا لك في هذه اللحظات هذه. عزك الله خويا. وكنشكرك أنت وكنشكرك على هذا الشيء اللي كدير ديما. وبغيت نقول لك دكتور، يعني بحال هاد البرامج اللي قدمت، بحال الاخ انس اللي قدمت هنا قبيله ولا نهار الخميس، يعني بحال هذا الكلام هذا كي يعني الناس مقرئين ولا بحال هكا دعاه ولا شي حاجه، كاين انسان كيبغي يصنفني في هاد الحاله في هاد الاذاعه ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكر الله لك سيدي عبد الرحيم. وكنبغي نقول لك الله يجزيك بخير، حقاش هاد الناس هادو اللي كيشكيو بحال هكا من المرض داكشي. نعم نعم دكتور، إن الشكوى لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. إنسان يدعي ويدعي الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى كان في كتابه. نعم. ادعوني أستجب لكم. نعم. وقال في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. الله تبارك وتعالى كيجيب الدعوة لأي واحد، إنسان يوجه أمر الله تبارك وتعالى ويدعي الله تبارك وتعالى خالصا من قلبه، الله تبارك وتعالى يكشفينا، لا شفاء إلا شفاؤه. لا إله إلا الله. وكما كنبغي نشكرك على سيدي الطيب اللي تحتينا فرصة باش نهضر معك في هذه الساعة هذه. شكر الله لك سعد الرحيم. وكنشكرك أنت وكنشكر الطاقم التقني ديال الإذاعة، والله يجزيك بخير. بغيت نوجه واحد الرسالة للمخرج ديال الإذاعة بحال في الإشهارات، الله يجزيك بخير. نعم. نهار بحال لك نهار الأربعاء هضر معك واحد الأخ من فرنسا. نعم. وهضر معك على داكشي ديال البنكة، الإشهار بحال ديال البنكة. نعم. ونسى ما قالت لك بلي راه كيديروا حتى داكشي ديال اللوطو. نعم. وهذا البرنامج هذا ديني وقيم وعائلي واجتماعي. نعم. ما تبغيش بحال هاد البرامج بحال الاشهارات هادو، بحال الناس هادو اللي كيصنتوا هاد البرنامج هادو تقريبا حتى واحد فيهم مقمر، وحتى فيهم واحد تقريبا ما كيدير شي ديال الربا وهادشي، يعني الانسان يحاول يحاول يدير اشهارات اخرين. ان شاء الله. وجزاكم الله خير. شكرا شكرا سي عبد الرحيم. وقول لي يا دكتور، بغيت نقول لك واحد يعني واحد سميتو واحد القصه على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. كان عند على الناس اللي كيشكيو انه الشكوى لله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيصلي بالناس في المسجد. نعم. ومن كيبغي يصلي عرفتي الامام كيكون هو اخر واحد كيدور وجهه للمحراب، كيبان لي شكون اخر واحد دخل وشكون اخر اول واحد خرج من المسجد. نعم. ملي كيسلم كيبان لي اخر واحد خرج من المسجد.
كنشوف واحد السيد ديما كيدخل هو الاخير وكيخرج هو الاول. نعم. انا غير باك بالدارجه يعني باش يعرف كلشي يفهم. نعم. ومني كيخرج هو الاول قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه قال لهم هذا مال فلان كيدخل هو الاخير وكيخرج هو الاول. قال لي ما كنعرفوش علاش كيدخل هو الاول. وقال لهم سولوه. الوقت فاش سولوه ما بغاش يجاوبهم. نعم. ما بغاش يجاوبهم قالوا لي راه ما بغاش يجاوبنا. عاود قال لي خلي شدوه ليا تنهضر نسولو انا. ملي سولو هو يا الرسول صلى الله عليه وسلم سولو قال لي علاش كتدخل انت الاخر وتخرج الاول؟ استحيا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما بغاش يكذب عليه. قال لي انا عندي غير هذا القميص. كنصلي به وكنمشي حق دوك الناس كيصليو الصلاة في الوقت ديالها. نعم. يعني صلاته في وقتها ماشي صلاته يعني ملي كيصلي وملي كيخرج كيمشي للبيت ديالو كيجري باش تعطي المرأة تصلي به تاهي بس بحد الوقت باقي. سبحان الله لا إله إلا الله. والوقت فاش تعطل على المرأة الزوجة ديالو تعطل عليها قال لها قالت لي ماك تعطلتي ما حقاش حسيتني تعطل. قال لي راه الرسول صلى الله عليه وسلم راه شدني وسولني قال لي علاش كتدخل أنت الأخير وكتخرج أنت الأول وراني أجبته قالت لي بما أجبته. قال لي قلت لي راه عندي راه هذا القميص وأنا كنمشي كنجري باش نصلي به المرأة في الوقت ديالها. قالت لي هل جبت أنت راجل تشكو بالخالق للمخلوق يعني الإنسان ما يشكيش بالخالق يعني الله تبارك وتعالى كانت يا إنسان مريض هذا الله حبه هكاك. سبحان الله. الانسان كيحب يشوف الانسان العبد ديالو يعني كما بغى هويا. سبحان الله. الانسان يشكر الله تبارك وتعالى ويدعي له ويدعي له باسماء الله الحسنى. اييه. والله تبارك وتعالى الله يبارك الله يرينك يحب الانسان يحب الانسان البشوش والانسان يعني اللحاح يدعي باسماء الله الحسنى وزاد الله تبارك وتعالى يجيب لي الشفاء. وكنشكرك على البرنامج وكنشكروا جميع الطاقم في تطيب قريبا. عزك الله سي عبد الرحيم. بارك الله وسمح لي الله يطلع عليك الله يجزيك بخير. العفو شكر الله سي عبد الرحيم شكرا على هذه المكالمه الطيبه والصادقه من اعماق القلب ونسال الله تعالى ان يبارك فيها يا رحمن يا رحيم. جزاكم الله خير يا دكتور جزاكم الله خير. عزك الله. ثم ناخذ مكالمه اخرى من الدار البيضاء مع اخينا سعيد. الو السلام عليكم. بخير. سي سعيد مرحبا بك. بارك الله فيك الله يجزيكم بخير. اهلا وسهلا. كنشكركم على البرامج الله يكرمكم الله يوفقكم بارك الله فيكم. اللهم امين اخويا اكرمكم الله. الله يخليك اسيدي بغيت نعاود لك واحد المشكل ديالي انا والزوجه ديالي الله يجزيك بخير. اييه مرحبا. اما انا كنت في الامن في القوات المسلحه الملكيه. نعم. المهم قلت شويه 20 سنه. تبارك الله. المهم ما خديت التقاعد. المهم السيده هذه ما مشيت كنديها. اييه. ما كنخليهاش وسيرت مع ثلاثه الدراري البنت عندها دابا 26 عام. تبارك الله. والدري عنده 26 عام. والدري الاخر عنده 16 عام دابا 16 عام كيقرا لها. نعم. المهم في 2013 واحد الخطره حتى باش يجي عند القضايا عند الدار. جاب لي السيده باش هي باش تطلبات باش دير طلاق الشقاق. لا اله الا الله. ما كاين حتى شي حاجه وما كاينش ما كاين حتى شي سبب معقول وجيه باش تطلب استشقاق. نعم اسيدي. ما شاء الله. هي تفاد انا ما نرضي والو انا في البيت معاه في الدار في كل شيء هي تعال مشات للزواج ولا كنتي درت المحامي فرصتها جميع. ما شاء الله. المهم فاش انا في البيت مع الصباح كنت في الدقان كنسمع السيد قال لي فين سالت قالت لي فين انا نطرت مع الدروس تلاقينا قالت لي شوف هذاك الشيء دابا هي راه داري شي لا. ما شاء الله. المهم هبط لاباس زغير قال لي يلاه كنربح مزيانين قال لي راه المهم هذاك راه دار السيد باش تلقى صافي ما كان حتى مشكل. المهم قال كي دار الكوزينه قلت له السيده الامين على السيده السيده الامين السيده ما كان نخدم. ما شاء الله. قال لي مين جاب سيدي قال لي انا صافي انا صافي وحاجه كنت خلاص التواليت ما عرفت حتى وقت. المهم دخلت البيت لقيت سميتو سيفتي وبنتها. اييه. قلت له واش هادشي على فاطمه السيده قالت لي هذا ما شغل لك السيد بيناتكم ولا ما نطرحش من الراجل والمراه ديالو ما كاين مشكل. لا حول ولا قوه. المهم جيت نسمع هذه القضيه قالت لي اش داكشي معكم قالت لها السيد هذا ما كيليقش مع هذه مع هذه ما كينطبقش ما كذا الى اخره الى اخره. المهم حكت لي داكشي اللي كتقول هي. نعم. المهم صافي نعم. نعم سي سعيد شويه تحول من البصه ديالك باش نسمعوك مزيان ونتابعوك ان شاء الله تعالى في القصه ديالك. نعم. تحول من المكان باش نسمعوا الريزو مزيان. يا سيدي مزيان. ممتاز خويا سعيد مزيان مزيان ممتاز.
قلت لك الزميل المهم اللي صنع القضيه كيسولها، قال لي السيد مالك علاش تعيط؟ قلت له بس ما كاين فرق وما عندوش ما عنديش دار، ما عندي هادي ما عندي هادي ما عندي داكشي وداكشي كله راكد وما كاين حتى حاجه. ما شاء الله. المهم قال القضيه شنو؟ قلت له باش السيده هذه راه خصها 32 سنة وانا معها وليدة ديالها فلان وفلانه وفلان وفلان الحمد لله على شكون يكبرهم؟ شكون يكبرها؟ اللي كبرتهم ماشي هي. اييه. المهم جينا لقينا قال لي دابا غادي تجيبوا دوك الناس ديالكم باش يصلحوكم. اييه. المهم جينا الجلسه الثانيه الثالثه الرابعه. لا اله الا الله. طلقات. طلقات نعم الزين. لا اله الا الله. المهم جوج دراري كبار هما الدريه في السعوديه عادي والدريه الاخرى غزلان راه خدام هاد الدار والدريه الاخر اللي مع اللي كبير اللي كيهتم اللي كي عنده نفقه عادي كيبدي راه كيقرا. المهم انا كنعطيه داكشي الواجب ديالو كلشي ما انا ديالي عندي ما شاء الله لان العلم ما كيجيش منا على سيدي. لا اله الا الله. انا كنصلي الحمد لله وكنعرف الله وكنقول كنعمر بينه وبين الله. لا اله الا الله. المهم ياك ما كاينش شي بيت من عندي انايا ولا شي حاجه. لا هو المرأة كتطلب الشقاق من عند الزوج ديالها إلا كان شي سبب وجيه سبب مادي أو هذاك نعم أسيدي والو الفلوس كانت تخلص وكون عطيها زوج منظر ما شاء الله كنعطيها ديال لادويت وكون عطيها بخدم سيكيريتي دابا أنا كنعيط لي كنعتز دابا في سيكيريتي من السبعة للسبعة للعشية صباح الصباح دابا في سيكيريتي. وهاد الزوج هادي سمحات بوليداتها سمحات أنها تفارق وفي الوليدات ما تبقاش تشمل المجموع دخلت بريني في السعودية وهي معها ولكن البنت الاخرى بغزلان ما خلاتهاش هي اللي جلست نجيبها قالت لي راح تبري تكين في الجهه السعوديه قال بابا انا راه عييت معه ولكن راه غزلان هي اللي جات الضد ديالي. لا اله الا الله. بنتي هذه بنتي هذه هي مشات دارت المحامي. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. بري فلسطين كانت عندي صغير ديك الساعه قلت له سير بالماما قال لي بابا راه مشيت عندها قلت لها كاينه كان ضرباتي في السرفيقه. ما شاء الله. سي سعيد الزوجه ديالك او الطليقه ديالك اش قالت للقاضي بالضبط؟ قالت لي هو لا ينفق. قالت لي هذا ما كينفق عليا. اييه. قالت لي وما كاينش معاشات ديال الفراش. ما شاء الله لا اله الا الله. وما كاينش سكنه. لا اله الا الله. قالت لي هو كيعاني فيه قدام ولادي. هذه بعض الحوايج. ما شاء الله. وانا الحمد لله ما عمري ضربتها. الا ضربتها تضرب راسها عليا. ما شاء الله ما شاء الله. النفقه راه مهمه سيدي هذا الشيء ما بينه وبين الله. راه واخا نقول لك انا ما كانش ما بينه وبين الله. ما كان غير في الطرح الله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة الا بالله. وسي سعيد كيقول لك مرة كتاب الرزق ومرة كيقولوا حرام الرزق، هذا هو المقسم في الرزق بينك وبينها، والطلاق أمر الله تعالى وربي سبحانه وتعالى يعوضك خيرا. وحنا كنحييوك سي سعيد ومن خلالك كنحييو جميع رجال الأمن اللي كيشتغلوا في قطاع القوات المسلحة الملكية اللي بعد سنين ديال الانتقال من مكان إلى مكان كل 5 سنوات خصو يبدل الموقع ديالو خصو ياخذ معاه العائلة وكيتحمل مشاق قوية وكان عنده أمل أنه يدير أسرة وبعد الإحالة على التقاعد يلقى زوجة بجنبه وعنده ذرية الحمد لله كلهم مستقرين في آخر عمره يفاجأ بطلب الشقاق. نسأل الله تعالى أن يجمع شملك أخي سعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد أن المشكل فيه مجموعة قضايا جزئية لكن على كل حال هذا قدرك ونتمنى لك إن شاء الله تعالى حظا سعيدا فيما سيأتي. وإن كان قلوا للعيالات أن المرأة ما تعجلت بالشقاق أو تطلب الطلاق بغير سبب وجيه، كاين أسباب نعم ربما كاين سبب ديال الانفاق قليل، قد يكون سبب فراش، قد يكون اسباب اخرى عاطفيه، ولكن حتى واحد ما عنده كامله مكموله. مادام ان هذه المراه عندها زوج وعندها بيت وعندها وليدات، راه عندها واحد النعيم لا يقدر بثمن. الا كانت بعض التجاوزات او بعض الاختلالات هنا وهناك تغض الطرف عفى الله عما سلف وتستمر الحياة، لكن في عمر متقدم والإنسان يطالب بالفراق وكيسمح أنه يفرق شمل هذه الأسرة، هذا والله أمر عظيم. نسأل الله تعالى أخي سعيد أن يعوضك خيرا وأن يرزقك رزقا حسنا وأن يجعل حياتك سعيدة وطيبة يا ربي يا كريم. نتحول من الدار البيضاء وغنمشيو لفاس مع الأخت إلهام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور لاباس عليك معك إلهام. أهلا أختي إلهام. الله يخليك أنا بعدا فرحانة اللي كنهضر معك ما كان ما متيقاش راه راني كندوي معك والله. الله يرفع المقام ديالك أختي إلهام الله يكبر بك لالا. بزاف بغيتك تدعي معايا أنا كنسمع زعما الناس كيتصلوا بك وكتهدا وكيعودوك على
زعما كيتشجعوا عليك وهذا وكتدعي معاهم دعوه صالحه وكنتمنى حتى انا نكون منهم يا رب يا كريم. دعي معايا بزاف، انا مريضه، عندي القصور الكلاوي. الله اكبر الله اكبر. وعندي جوج دراري وليد وبنيته، وما عاد كان ما عاد كنقول لك زعما كان دعي معايا بزاف والله وربي زعما باش نقد على هذا المرض هذا والله. لا اله الا الله لا اله الا الله. اختي الهام، واكيد ان الناس ملي كيطلبوا الدعاء لانهم عارفين بان الاستماع ديالنا الان بمئات الالاف ربما بملايين كثيره ديال الناس متابعينا، وهاد الليله كيكونوا الناس الحمد لله توضؤوا وصلوا العشاء ولسانهم رطب بذكر الله، وملي كيجتمعوا هاد المئات الالاف كلهم في وقت واحد ويرفعون أكف الضراعة إلى الباري جل علاه ويقولون آمين يؤمنون في وقت واحد، أكيد أن السماء تفتح أبوابها ويصعد الدعاء عند الرحمن، لأن ورد في الحديث إذا اجتمع فقط 40 شخص من الأخيار أو من الصالحين الله عز وجل لا يرد الدعاء، فما دام هاد مئة الآلاف أكيد فيهم الآلاف المؤلفة من الصالحين ومن الصالحات بل ومن الأولياء المقربين المبجلين اللي هم على قيد الحياة وقد لا نعلمهم، قد يكون إنسان بسيط ربما حارس السيارات، قد يكون إنسان عنده فراشة في الزنقة، قد يكون إنسان مدير شركة، قد يكون إنسان في الأمن وولي من أولياء الله ونحن لا ندري، ودعوته لا ترد إذا قال آمين. الله عز وجل يقول لأستجيبن لكم ولو بعد حين. من هذا الباب نفتح باب الدعاء، نسأل الله تعالى أختنا إلهام الله يجزيكم بألف خير، ارفعوا معنا أيديكم ونقول جميعا اللهم أختنا إلهام شافها وعافها، اللهم إنها مريضة فطب سقمها، اللهم يا كريم يا كريم يا كريم يا جواد يا مجيب الدعوات اللهم عجل لها بالشفاء، أنت الطبيب وأنت المعالج، دعوناك فلا ترد دعوتنا، اللهم شافي جميع مرضى المسلمين، اللهم كل من كان منا مريضا بمرض نفسي أو عضوي اللهم عجل له بالشفاء، اللهم عجل له بالشفاء بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وكل من قال آمين يقول له الملك ولك مثلها آمين يا رب العالمين. نتحول من فاس إلى الدار البيضاء مع أخينا نور الدين. ألو السلام عليكم. أهلا في الخير سيكو ريزان. مساء النور. كيفاش الحاج؟ ولله الحمد سيدي. صحة سيدي. ولله الحمد خويا حفظك الله ورعاك. منين دار البرنامج سيدي وحنا كنعيطوا، يلا استجب لنا الدعاء. لا إله إلا الله، الله يرفع المقام ديالكم سيدي نور الدين. الحمد لله، الله يكبر فيك، الله يكبر بك سيدي، الله يكبر بك بزاف. الله يرفع المقام ديالك خويا. استفدنا منك بزاف أخويا طيب سي طيب ريزان. أعزك الله سيدي أعزك الله. واحنا في واحد الجامع ما كنتش كنعرف بها أنك أنت اللي في الإذاعة. لا إله إلا الله. العام في بيت العيد العام اللي غيجي سميتو القرعاني جمع الطل. اياه. وحطيتي جوج مرات. اي نعم سيدي. وكتريحت مع حداك وسولتك وبلي ما راه قلت راني كنصلي على رسول الله 120 مره. تبارك الله اياه. وكان كني وداك الشيء ودعي معايا باش يعفو علي الله. لا اله الا الله. وما كنت نعرفك السي كريمه ديك الساعه، كنتمشي عليك، كنت نعرف بانك في الاذاعه. سبحان الله، تلاقينا في بيت الله تعالى. سبحان الله سبحان الله. اطهر الاماكن بيوت الله. سي كريمان. نعم سيدي. فيا واحد شرح لي واحد الحلمه برصاصي شحال هادي واخا شي قبيله قال لك ويا قالت لي عمتي ومات دابا شي 4 سنين دابا تقريبا. اييه. ما بغيت نعاود حتى شي واحد. واخا سيدي الله يجزيك بخير. انا عاودت لي عمتي بانها كانت موجات شي واحد السيده بقات هادي عن دابا عمتي ماشي مول في الدار. نعم. خت عمتي خويا مربياني. المهم دقات واحد السيده بيضاء زوينه. نعم. حبت لها الباب قالت لها واش كاين نور الدين؟ قالت لها ناس. نعم. قالت لها انت مني ناس خذ الصندوق قولي دير فيه الوريقات ديالو ينفخ وعطيها الصندوق قولي دير فيه الوريقات ديالو. نعم. ومشات حالتها. نعم. هذه هي الحلمه خويا السي كوريت في الحاج. يا اله الا الله. وان شاء الله تعالى السي نور الدين المراه البيضاء التي تظهر في المنام هذيك ان شاء الله تعالى فأل خير، فأل خير، لان البياض هو يرمز الى الخير والى الصفاء والى النقاء والى الطهاره. الحمد لله. وما دام قالت لك انت نائم ربما انت ربما كاين عندك ربما شي اشياء جميله في الحياه ديالك وانت غافل عنها.
داك النوم ربما انت ما خيتش المبادرات، انت غافل، خصك تاخذ شي مبادرات. قال لك حط الصندوق في الوريقات بما ان شاء الله خذ المبادرات. يعني الا كنتي كتنوي تمشي للحج سير تسجل في القرعه، وراه غتجي القرعه وغيجي الفلوس. الا كنتي عندك شي مشروع اقتصادي او عندك شي مهمه باغا ديرها، نوض خذ المبادره، ما تبقاش نائم، راك غتفوز باذن الله تعالى والسعد تبعك. نعم سيدي، المبادره هي اللي ناقصاني، هي اللي ما فيهاش انا المبادرات. وهذا راه ربما الرساله في الرساله ديال المنام، يعني اللي جاتك في النوم هذا السيد من العمه، هي انك وانت نائم يعني انت شويه مرخي، انت شويه ربما ما كتاخذش هذه روح المبادره، وغطلب الله تعالى يعطيك روح المبادره. روح المبادره هي كتشعر بانك خاصك كل نهار تقوم بانجازات مهمه، واخا ما تاخذ على فلوس، ماشي الفلوس المهمين، انت ما حدك حي، خاصك دير انجازات مهمه، والفلوس ما تسول عليهم، لان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، والرزاق ديال الله غيجي بالصحه وبعافيه، ضو البصر، ضو العينين، قلبك مزيان، نفسك منشرحه، عندك الفرحه بين الخلق، وعندك تنعس انت مرتاح، هذه كلها رزق من الله. وربما ما ينساش من رزقك تاكل وتشرب وتصدق وتدخر ويبقى لك الخير باذن الله. الحمد لله. روح المبادره هي خصني كل يوم اقوم بانجاز معين، نتزاحم، نلقى شي واحد كيدير شي خير ندير بحاله، لقيت شي جماعه دايرين اليد في اليد ندخل وسط منهم حتى ندير يدي ونتزاحم معهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وغيجرك معهم، وان شاء الله ربي غيجعل فيك الخير والبركه سي نور الدين، واكيد غيكون فيك ملي شفت هذه الرؤيه غيكون فيك باذن الله. سي الحاج. نعم سيدي. الذكر ما كنحيدوش. لا اله الا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنحيدوهاش. هنيئا لك. راه دائما 120 فوق. تبارك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم. تبارك الله. ديما القران ديما كقراه الاحزاب، وخلي صور اخرى ديال الليل عاوتاني، فيها الواقعه، فيها صوره الملك، فيها السجده، فيها حامين. يعني وسي نور الدين دابا انت كتقول لنا ما عنديش المبادره، بالعكس انت عندك مبادره مهمه للغايه، هادشي اللي كدير فيه، هادشي راه ما كيديروش حتى الشيوخ، هادشي راه هي لكن ناقصاني المبادره في الحياه ديالي انايا، مع الشخصيه ديالي. ما شاء الله. هادي هي ناقصاني. ما شاء الله. كنحشم بزاف. ما شاء الله. الانسان يقدر الانسان يعينو شي حاجه لحد راسي وما نشوفوش. مزيان. كتطلب لي هديان. هذا كضمو الغيض مزيان. كتطلب لي هديان اللي جبدني الحمد لله، كتطلب لي هديان. واحد قال كلمه قلتها وقال هذاك السيد اللي لاباس عليه فهمتيني، وكنديرها كنعس كنقول يا ربي اي واحد ظلمني انا مسامح ليه، لا دنيا ولا اخره. لا اله الا الله. وهذا هو كنعرفو ولا ما كنعرفوش، والدي، عائلتي، اي واحد، كلشي كنطلب لهم الخير. وهذه راه احسن مبادره خويا، انت راك مجتهد في المبادره، انت راك احسن منا كاملين. لا لا هادشي كان هاد القضيه هادي. نعم سيدي. كندير فيها الاجتهاد. الحمد لله. صراحه تقال هادي فيها القضيه الحمد لله. وعلى الاقل الا كنتي غير مبادر في الحياه الاجتماعيه وفي الحياه العمليه. نعم. فالحمد لله انت مبادر في الدين وفي الخلق، هنيئا لك. لا الحمد لله الحمد لله، وفين ما كنسال الصلاه كنقول حمدك يا ربي وشكرك على النعمه اللي عطيتيني وعلى جميع النعم اللي عرفوني ما عرفهاش. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. وهذيك المراه اللي شتيها بيضاء راه يقال بانها احتمال يكون عملك الصالح، حتى العمل الصالح ديال العبد المؤمن يصور في انسان يلبس البياض وكيكون معاه في الدنيا يرشده وفي القبر يؤنسه. نعم رب، هذا ما العمل الصالح اللي كدير الصلوات والاذكار والقران الكريم. نعم. وكضمو الغيض وهذا الخلق العظيم راه هو يتمثل في شخص يلبس بياضا، فكيقول لك غير زيد ما غتخافش حتى حاجه، ما غتعكس لك، غتلقى الاب مفتوحه وتلقى كل عسير عليك يسير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله والحمد لله. كنشكرك بزاف السي اكرمك الله سي نور الدين. اللهم كنشكرك بزاف السي، وحنا اللي كنشكروك وحنا متفائلين بك، انت شخصيه متفائله، انت شخصيه الحمد لله ودوده، وشخصيه الحمد لله كتدخن، ولقيت بان افضل سبيل للاقلاع عن التدخين هو ان تجعل لسانك رطبا بذكر الله، وتمكنت من الاقلاع عن التدخين بالذكر، والله عز وجل بغى لك اجر وثواب عظيم، وان شاء الله الله يتقبل منك والله يزيدك من فضله. وغنتحول من الدار البيضاء الى اقليم الرشيديه مع اخينا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحية لك السيد الدكتور وتحية للطاقم التقني. حفظك الله ورعاك. برنامج ديالك راه ديما تنسمع ليه، وديما الراديو مشغل على حساب البرنامج، الساعة ديال البرنامج فوا كيبدا كنبداو معك السيد الدكتور. الله يرفع المقام ديالك السيد مصطفى. اللهم امين. الواحد طلب على حساب باش على الزوجة ديالي والابن ديالي والوالدين تاهما.
نعم لا اله الا الله. وعندي واحد النقطه اخرى ثاني السيد دكتور مالي اللي كيبدا شارع يا خويا اييه حسب الصلاه حتى كنوي باش غنصلي فوق كتوصل ديك الوقيته كان ما كان سميتها ما كان ندير ديك الحاجه ديك الصلاه كنقوم في الصلاه ديالي يعني. ما شاء الله ما شاء الله. وسي مصطفى واش كتصلي في الجامع ولا مع شي جماعه صغيره ولا كتصلي بوحدك؟ لا كنصلي بوحدي. لان اللي كيصلي بوحدو كيتعلم العجز وكيزرب الصلاه وكياخرها عن وقتها وما يخشع فيها، لهذا الصلاه مع الجماعه كتعلمنا النظام والانضباط والخشوع والصبر، ومع المده كتعود شيء مكتسب باذن الله تعالى. ولهذا السي مصطفى نحاول ان شاء الله تعالى دائما نقلب على الجماعه، غير نسمع المؤذن كيقول الله اكبر نكون في الشغل ديالي، نكون في الخدمه يدي عامرين بالشغل، يكون اللي كان نحط داك الشغل، نكون ربما خدام في اي قطاع الى القطاعات اللي هي شيئا ما فيها نوع من الحذر بحال القطاعات الامنيه والقطاع الطبيه وبعض القطاعات اللي كتطلب الملازمه المستمره، فاي قطاع كان في الاداره في الفلاحه في التجاره غير نسمع الله اكبر، داك الشيء اللي في يدي نحطه ونقلب على اي جماعه اقرب جماعه الي ندخل وسط منهم، اما المسجد اللي حدانا او شي على الاقل 4-5 الناس داروا شي جماعه صغيره ندخل وسط منهم، وغادي نلقى بانني اخذت اجرا عظيما وتوابا لا حدود له، وغادي نلقى بان ربي عز وجل حبب الي الصلاه ويعطيني الخشوع واصبح عندي بحال الطعام والشراب، حتى انني اذا لم اصلي في الوقت مع الجماعه غنشعر بانني في نقصان وانني على وسخ وانني ضيعت شيئا كبيرا، وغتحس بان حياتي كلها طيبه باذن الله. وأسأل الله تعالى أخي مصطفى أن يحبب إليك الصلاة وإلينا جميعا، اللهم جميعا نقول اللهم حبب إلينا الصلاة، اللهم زينها في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الصلاة مع الجماعة في مساجدك في الصفوف الأولى، اللهم غلبنا على أنفسنا وغلبنا على الشيطان برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وأخونا مصطفى نسأل الله الزوجة دياله الله يجعلها من الصالحات من القانتات من الذاكرات من المصليات، والوالدين الله يطول فيهم العمر الله يطرح لهم البركة، واللي كان ميت من العائلة الله يرحمه ويسعد الرحمات، والوليدات يا رب تحفظهم بال70 المتاني والقرآن العظيم، ويكون البيت ديال أخينا مصطفى بيت نور وإيمان وإسلام وعبادة وطاعة وسعادة ورزق وفير يا رب يا كريم. ونتحولوا من الرشيدية ونمشيوا الريساني مع الأخت خديجة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم أستاذ. لالا خديجة مرحبا. مرحبا يا أستاذ، كي داير أستاذ؟ لاباس عليك؟ ولله الحمد. الله يجازيك بخير، شكرا على هذا البرنامج بزاف اللي نورتينا به، وصراحة الله يجازيك بخير، هادشي اللي نقول لك. أكرمك الله أختي. الله يكثر خيرك. أنا واحد أنا عرفك نتلقى بوليد. نعم. شي 10 سنين دابا هادي. والله يجازيك بخير، دابا كان عندي يعني عندي عكس في الزواج فهمتي؟ إيه. كيتقدموا لي الناس وداك الشيء ولكن ما كيتمش الزواج ديالي مع فهمتي؟ ما عرفتش ما عرفتش ما شاء الله فهمتي؟ لا إله إلا الله. ربما لحقاش يعني دازت عليا واحد الحالة ديال السحر شحال هادي وعانيت بزاف فهمتي؟ ما شاء الله. الحمد لله دابا الحمد لله بخير على خير اللهم لك الحمد. لالا خديجة ملي طلقتي ربما الطلاق كان فيه رحمة بالنسبة لك؟ ايوا الحمد لله، كان يعني ما كانش عندي حل من غير الطلاق فهمتي؟ لا اله الا الله. واخا ابغض الحالة اللي عند الله الطلاق، ولكن اللي كتستاهل يعني العيشة وداك الشيء اييه كيضطر بنادم ما كيلقاش الحل فهمتي؟ ما شاء الله. نعم. ولهذا ربنا عز وجل أفرض في كتابه العزيز صورة بكاملها سماها صورة الطلاق، ملي كتستحيل العيشة الزوجية كيكون الطلاق هو الحل آخر الدواء الكي. اي الله يجازيك بخير ما شاء الله. كاين اييه ودابا يعني كيجي يعني واخا يعني كاين عندي قبول وداك الشيء، ولكن كاين شي عكس يعني كاين شي عكس يعني ما كاينش ما شاء الله ما كيتمش يعني الزواج، حتى كنصاوب يعني الوراق وداك الشيء وصافي في الاخر كنقول ما عندي انا ندير هذا الزواج هذا. اختي خديجه بالنسبه للوليد ديالك شحال العمر ديالو؟
دابا عنده 10 سنين دابا الاستاذ 10 سنين تبارك الله دابا غادي كيكبر الحمد لله ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد الاستاذ وطبعا انت باقا مازال صغيره وخاصك لابد يكون عندك زوج وتستمر الحياه ديالك طبيعيه هذاك الشيء اللي كاين هذاك الشيء اللي كاين لان المراه المطلقه وباقا صغيره كتعرض للاذى خاصها لابد زوج يحميها ويصونها هذاك الشيء اللي كاين استاذ يعني مثلا بحال كل المدول اللي كيكونوا صغار وداك الشيء فهمتي كيكون فيها يعني المطلقه كتكون ديما متجهه ليها الانظار ما شاء الله ما شاء الله واخا يعني واخا البنت كتكون محصنه وداك الشيء وكتخاف من الله وهذا ولكن ديما الهضره كتسعى ديما فهمتي استاذ يا لاله خديجه نعم ان شاء الله ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى ما يخيبكش التجربة الأولى ربما لم تكن ناجحة والتجارب المقبلة إن شاء الله غتكون فيها تعويض إلهي بإذن الله تعالى إيوا داك الشيء اللي كنتمنى وأكيد دوك الناس اللي جاو خطبوك وصبتي الوراق وما كملش الرجاء ربما ربي يعلم بأن ما فيهم خير قد يكون يقدر يكون ربما داك الزواج معهم عاوتاني فيه مشاكل من نوع آخر فلهذا الله تعالى صرفهم عنك وربما الله تعالى مخبي لك شيء رزق ليعوضك عما فات ولهذا مزيان ندعو في الدعاء نقولوا اللهم اختر لي من عندك حتى الله تعالى هو علام الغيوب وان شاء الله لنا خديجة نسأل الله تعالى العلي العظيم رب العرش الكريم أن يختار لك زوجا من عنده يكون زوجا صالحا ويكون زوجا مباركا ويكون مرضيا مهديا وتكل العشرة بينكما سعيدة وإلى الأبد وأسأل الله تعالى هذا الزوج أنه يحسن بابنك ويبر به ويرزقك الله من الذرية الطيبة وتعيش في تبات ونبات بفضله ومنه وكرمه آمين يا رب العالمين نتحول من إقليم الريصاني ونرجعوا للدار البيضاء مع الأخت زهرة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي الحاج منورنا كل ليلة في هذا البرنامج والله يخليك لينا وديما كنسمعوك وش نقول لك الدعوه ديالك راه ديما في قلوبنا وديما الناس كيهزوا يديهم الكفوف ديالهم باش يدعوا مع الناس كاملين وكندعينا مع الناس كاملين الامه كامله لا اله الا الله يا ربي يا كريم اكرمك الله اختي زهره اكرمك الله انا بغيت غير الدعوه ديالك زائد دعوه بطبيعه الحال ديال الله سبحانه وتعالى وبغيت احنا واحد جوج ديال الناس اللي يلا تزوجنا تبارك الله وانا دابا في الشهر الخامس من الحمل ديالي تبارك الله تبارك الله والزوج ديالي كان خدام في هذا الخدمه ديالو كانت بالليل ودابا قرر انه غادي يحبس دابا واحد 3 شهور حبس من هذه الخدمه نعم ودابا راه هو بدا في خدمه واحده اخرى وبغيت كدعي معاه الله يسهل عليه لا اله الا الله ودعي معايا حتى انا عندي واحد لونتروتيان نهار الخميس يا ربي يسهل فيه الا كان فيه الخير الله يجيبوا لي اللي ما كانش فيه الخير يبعدوا عليا احسنتي هذا افضل دعاء يقول الانسان انه يستخير المولى والخير يجلبه الله والشر يدفعه لالا زهرة نسألك واحد السؤال ملي الله تزوجتي ولقيتي بأن الزوج ديالك يخدم بالليل كي كتبان لك الخدمة ديال الناس اللي كتب لهم الله الرزق بالليل كنتي ربما معذبة شوية صعيبة أنا في الأول ما عرفت أنه من نوع ديال يعني رجل ما غاديش من غيشوف الزوجة ديالو صابرة على هذاك الشيء عرفت أنه واحد نهار غيقول لا ما يمكنش غندير وليدات سنين أنا حيت هو مابقى لا كينعس لا ليل لا نهار يعني عنده كل شيء مختلط في الليل ما كينعسوش بالنهار خصو يفيق مع 12 لأنه ولا رب أسرة دابا مسؤول يعني كان شوية صعيب في الأول ولكن الحمد لله من يتخذ القرار ديالو راسه الحمد لله هادو الدعوات ديالي كل نهار كنطلب ربي وراء الدعوات تاع الزوجة الصالحة راه كتكون ربما كتسبق الدعوات تاع الأم إلا كانت زوجة صالحة طيبة طاهرة كتسبق الدعوات ديال الأم وربي كيقدر الغرض ديالو الحمد لله ودابا كيدير رغم انه داك يعني داك العمل كان كيحسيت بزاف يعني كان عنده المدخول يعني بزاف ولكن مع ذلك انا ما كنتش راضي على داك المدخول وخا ما قيمه المال وزوجك بعيدا عنك والزوج ديالي كان بعيد عليا بزاف يعني ما كنتش راضيه يعني مهما كنقول ديما دوك الفلوس ما عمرهم غادي يديروا لي داك الاحساس انني عايشه في جو اسري ونفيق الصباح
ونفطروا يعني انا وياه. نعم. وانا وياه يعني ما كانش داك، ولكن الحمد لله ربي وفقه دابا الحمد لله غير من الله يعني يسهل عليه في الخدمه. دابا راه هو كيوجد شي حاجه يعني بالنهار، وانا كان نتمنى ودعي معنا يا رب يا كريم. والحمد لله انتم شابين صغار في مقتبل العمر وبديتوا الحياه ديالكم وكتجاهدوا كتناضلوا كتخططوا ما كتستسلموش. انت يا رغم انك حامل كتسعي لونتروتيان ان شاء الله. نسال الله تعالى ان كان هذا اللقاء اللي غديري ان شاء الله تعالى كان فيه الخير، نسال الله تعالى ان يكتبه لك. الا ما كان فيش نسال الله تعالى ان يبدلك خيرا منه ويرزقك ان شاء الله عمل مبارك، ويكون ان شاء الله فيه اجر محترم، وتعيش في صحه وعافيه جيده وفي سعاده كامله، والزوج الله يبارك له يا رب يا كريم، الله يعطيه القبول. غير دعي معاه، راه الدعوه تاع الزوجه الصالحه لزوجها بظهر الغيب تسبق دعوات الام. كنلقاو بعض الازواج دغيا كيصعدوا، لماذا؟ لان الزوجه كتدعي معاه دعوه ديال الخير ودغيا كيصعد كيفيض. وكاين بعض الازواج الله يحفظنا واياكم دائما الى الهاويه، علاش؟ كيتخاصموا المراه والمراه كتعجل وكتدعي بالسوء، فكينهار كل شيء. فاختي زهراء دعي مع زوجك بالمزيد من الدعوات الصالحات، ونسأل الله تعالى أن يغنيكم من فضله ويجمع شملكم ويرفع مقامكم، وذاك الحمل ديالكم الله يحفظه في سمعه وبصره، ويكون إن شاء الله زياد خير في الإسلام. يا ربي امين يا ربي. كنشكرك بزاف الحاج، اعزك الله اختي زهراء، هنيئا لكم، الله يسعدكم. انا لزهراء امين يا ربي، الله يسعدكم يا ربي يا كريم. ونتحولوا من الدار البيضاء ونرجعوا لمراكش مع ام حفصه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا لالا ام حفصه. الله يبارك فيك سيدي، بارك الله فيك، الله يجازيك بخير، خير مزاز على هذا البرنامج، راه عزيز علينا وتندعوا معاك، الله يحفظك والله يكتب لك الجنه ان شاء الله. انا واياكم لالا، الله يكبر بك لالا. عافاك سيدي، بغيتك تدعي معايا، انا مريضه فيا الضغط وفيا السكر. لا اله الا الله. بغيت تدعى ليا مع واحد اللي ولدها هو مبلي ليا بهذا الشيء بالحشيش والكمايه وداك الشيء. ما شاء الله، الله يجزيك. وخدام في واحد الخدمه فلوسها ماشي هما في الكازينو. دعي معايا جيب لي سبب باش يعمل قرار رزق حلال ان شاء الله. يا رب يا كريم. وتينوي قال لك باغي يمشي للسعوديه وانا خفت عليه وهذا، دعي لي اذا فيه الخير الله يسر ليه، ولا ما فيه الخير الله يجيب ليه الرزق هنايا في محله. لا 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 ام حفصه، دابا هو الوليد مسكين مبتلى كيخدم في هذا الكازينو، كاين القمار، اموال حرام. حرام هو تبخ. هو تبخ تيش ديزاتو على الطبخ وصافي. لا هو دابا الحمد لله ملي طباخ راه هو بعيد على هذا، ولكن كلما حول ما كان يكون افضل. اي هو دابا تيطبخ لهذوك اللي كيلعبوا القمار ما شاء الله والسكريه حاشاك. ولكن الا كان واحد 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 المحيط هكذا موبوء وملوث راه قد يصيبه شيء من ذلك، فلهذا مادام انه اختار مشي للسعوديه اكيد غير قتمي الحمد لله الحرمين الشريفين ان شاء الله. ادعي لي معايا كيبغوا الطباخه بزاف مطلوبين يا رب يا كريم. نسال الله تعالى الحنان المنان يا خالق يا رازق، اللهم هذا الشاب، اللهم يا كريم ابعد عنه شرب الخمور ولعب القمار، وابعد عنه كل الافات يا رب يا كريم. يا رحمن يا رحيم، ابليه بالصلاه والعباده والطاعه، اللهم ابليه بالتسبيح والتكبير، اللهم ابليه باتقان العمل، اللهم ابليه بالصلاح وكتب له الصالحين، اللهم اجلب له الصالحين الى محيطه يا رب، وابعده عن جو الآفات والمصائب يا رب يا كريم، وجميع المبتلين بالخمور وبالقمار نسأل الله تعالى أن يتوب عليهم أجمعين. اللهم تب عليهم أجمعين وتب علينا معهم يا رب العالمين، اللهم تب علينا أجمعين. ولالا أم حفصة أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك، أنت هز الهم ديال وليدك والضغط كيرتفع والسكر كيرتفع. واحد البنت أخرى حتى هي مريضة ليا وعندها واحد البنت معاقة ومعدبة معاهم السكينة. لا اله الا الله. دعي لي معها حتى هي واحد البنيه اخرى حتى هي وليداتها مشطوني لها وهذا، دعي صدر ربي يهديهم ليها. يا رحمن يا رحيم. الله يجازيك بخير، دعي لي واحد الزوج حتى هو مبتلى، الله يجازيك بخير. لا اله الا الله. نهار بديت وانا كنحاول نتصل ندور وما تيشد ليا، وكان عندي واحد الحلم تاع لقاء مرهيب تاع الحمراء، انا حنا مراسي بلا مجليه ومضره. ايه لالا. دعي لي ياك ما درتش يدني وياك ما نعرف
ديما تنقعد لي نقعد تنسى داك الشيء ونحلمو طول طول عمري. ما شاء الله. راني فشي طريق خايبه ومضرا ولا فشي بلاصه ضيقه ما لقيت منين ندوز ولا الله يجازيك بخير اسيدي. الله يحسن عوانك ام حفصه، دابا الوليد مبتلى والزوج مبتلى وانت امراه صالحه. امراه صالحه اللي علم عليا تنصلي صلاتي وتنخاف من الله اللي خلقني ولا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله ورب سبحانه وتعالى. بصلاحك غادي يحفظ لك الله زوجك وابنك ويردهم الله اليك ردا جميلا باذن الله تعالى. اللي كيحلم انه مجلي وفي طريق سوداء وطريق مظلمه هذاك معنى ان عنده هموم وغموم شديده يبحث عن حل فلا يكاد يجده، ولكن ان شاء الله تعالى ربي عز وجل غادي يبين لك الطريق وربي سبحانه وتعالى غيفتح لك باب التيسير وباب الفرج. نسال الله تعالى الزوج ديالك الله يهديه، الله يرد به ردا جميلا، الله يجعله من الصالحين. اللهم ابعد عنه ام الخبائث الخمر، اللهم ابعد عنه التدخين، اللهم ابعد عنه كل الافات، اللهم اجعله من الطاهرين، اللهم طهر لسانه بذكرك وطهر قلبه بالايمان بك، اللهم اجعله من اهل الصلاه من اهل القبله من اهل الوضوء. وذاك الوليد يا رب تحفظه بالسبع المتاني والقرآن العظيم، يا رب انتشله من العمل في الكازينو ورد به يا رب ردا جميلا، اكتب له عملا في مكة المكرمة او في المدينة المنورة، يطعم حجاج بيت الله الحرام، ارزقه رزقا حلالا يا رب. وان شاء الله من يوصل ذاك المقام رجلنا بزاف ديال المغاربة شباب يخدموا طباخين في البلاد الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. يالله كيكمل العام أول ما كيفكر فيه أنه يجلب أمه وأباه معه حتى هو عنده الإقامة، كيجيب موبة ولقينا كاع الطباخين جارين مواتهم وبواتهم. ما تعرف يا لالا أم حفصة ربي مخبي لك واحد رزق عظيم، يوصل لولدك ذاك المقام الشريف يصوب الوريقات ديالو، بعد سنه غتكون انت والزوج ديالك في ديك البقاع الشريفه وربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم اصلح هذه الاسره الطيبه وشافي ام حفصه من الامراض والاسقام برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. قولوا معي جميعا امين امين يا رب العالمين. غنتحولوا من مراكش الى مولاي بوسلهام مع اخينا مصطفى. الو السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لاباس سيدي الدكتور سيدي الطيب. اكرمك الله سي مصطفى. لاباس عليك بخير. ولله الحمد مولاي. بارك الله فيك وفي علمك ونفع الله بك. الله يرفع المقام ديالك سيدي. جعلك الله فرجا لعبادي. لا اله الا الله، انا واياكم وجميع المسلمين يا رب. يا رب يا رب. فضيلة الأستاذ دكتور سيدي الطيب الله يخليك، أنا بغيت نحكي لك شي قصة ديالي بغيت تكدمها يا الله سبحانه وتعالى كيفرج عليا. مرحبا خويا، احنا كلنا أذان صاغية وقلوب واعية وإن شاء الله ونشموها معكم، إن شاء الله ربي يجيب الفرج قريبا بإذن الله. يا رب يا رب. الأستاذ الله يخليك، أنا سميتي مصطفى مولي بوسلهام كما علمت. نعم شرفين. نعم أنا كنت في الغرب ديالي كنت يعني زدت تقريبا البصر ضعيف شوية. إيه. وكنت كنكتب في المسجد كنكتب باللوح في اللوح وكنخرج مع الاطفال كنلعب وهذاك الشيء مزيان. إيه. ولكن ملي بدا السن كيتقدم شي شويه بديت كندوز في عند الاطباء. لا اله الا الله. الاطباء حكايه في القنيطره وفي هذا في الحقيقه من هذيك 24 سنه هذاك الشيء. بس واخا ديك الدواء تعملته بدون جدوى يعني ما كاينش حاجه ما شاء الله. من هذيك 24 عام بدا البصر كينقص كثير جدا ولحد الان باقي الان دابا كنشوف الضوء يعني ديال الضوء مثلا ديال البوله او النافذه مثلا. ودابا كنطلبك يا فضيله الاستاذ الدكتور الله يخليك. نعم سيدي. لما يالله سبحانه وتعالى دعاء مزلزل. لا اله الا الله. دعاء مذل انك انت قريبا من الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله ربي العالم القلوب. الله يرفع المقام ديالك سيدي. لا اله الا الله. وفضيلة الاستاذ الله يخليك. انا جوج ديال الحالات انا وجوج ديال الاخوه ديالي. ما شاء الله. فهمني فينا هما يعانون من نفس المشكل. الله اكبر. وحنا في الدار يعني عايشين بلا اله الا الله وصافي ماشي زعما ما عندنا ليس لا وظيف ولا عمل ولا لا اله الا الله. ما كنخدم لا من جمعيات ولا من دوله من اي حاجه. ما شاء الله. كنعيش على ايه يقول الله عز وجل
ومن كم من دابة من الأرض إلا الله يرفعها. سبحانك يا الله سبحانك. ودعا فضل الأستاذ. نعم سيدي. وبغيناك الله يخليك الوالد ديالي تا هو مريض تقريبا 10 سنين هذه. لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يشافيه. والوالدة ديالي كذلك شهادتني راها بقى الآن يوم كتعمل وكتشوف واحد العمل بسيط كتقوم به باش من أجل كتعم هاد الأبناء ديالها مثلا واخا حنا تقدرنا شوية. ما شاء الله ما شاء الله. أخويا مصطفى الأستاذ الله يخليك سمح لي الله يخليك. نعم سيدي. بارك الله فيك. تقريبا أنا تزوجت تقريبا من أواخر 2004. يا سيدي. لحد الآن يعني باقي ما جاب الله سيثير شي ابناء صالحين وذرية صالحة. لا إله إلا الله. بيتك الدماء يا الله سبحانه وتعالى يعطي الله شي تركة دي الحلال يا ربي يا كريم. والمستمعين تحية إليهم بغيتهم ويدعوهم ميتاني إليهم عباد الله الصالحين وهم كثير منهم. ما شاء الله خويا مصطفى والله لا كلمات ديالك انت معبره وتعلمنا من الصدق ديال الكلام ديالك. انت انسان مبتلى انسان طيب القلب وربي عز وجل ابتلاك اخذ منك حبيبتيك عينيك وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول الله في حديث قدسي من سلبت منه حبيبتيه فصبر فليس له سجاء الا الجنه. الحمد لله ربي عز وجل يعيد بان ما عندك تشي جزاء اخر الا الجنه فقط. الجنه هي متواك باذن الله انت والعائله الاحباب. واسال الله تعالى ان يقوي بصيرتك. نسال الله تعالى ان يرد اليك بصرك. نسال الله تعالى ان يحفظك ويرعاك. نسال الله تعالى ان يغنيك من فضله. نسال الله تعالى الغني القدير الذي على كل شيء قدير يا ربي يا كريم اغني اخانا مصطفى من فضلك. افتح له باب الرزق الحلال. اللهم يا رحمن يا رحيم حبب فيه خلقك. اللهم افتح له باب ابواب التيسير. اللهم ارفع عنه اسباب التعسير يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. ارزقه درية طيبة. اللهم ارزقه درية طيبة. اللهم ارزقه الذكور والإناث. اللهم شافه وشافي زوجته. ألف بين قلبيهما. اصلح ذات بينهما. ارزقهما الذرية الطيبة. يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين. اللهم أسعدهم برحمتك وفضلك يا رحمن يا رحيم. قلوا معي جميعا آمين. آمين يا رب العالمين. ولكل من قال آمين يقول له الملك ولك مثلها آمين يا رب العالمين. غنتحولوا من مولاي بوسلهام وغنمشيو ربما آخر مكالمة من أكادير مع لالة خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كريمان مسنيك. حياك الله لالة. أنا جد سعيدة كنتكلم معكم. أعزك الله أختي. الله يجزيكم بخير على هذا العمل الصالح. الله يجزيك الزهير على هذا العمل. شكرا لكم لله. الله يجزيك بخير. لواحد الفتاة العمر ديالها 25 سنة الحمد لله من علي الله بالالتزام الحمد لله بشباب زمان الحمد لله كملت قرايتي الحمد لله. الله يجزيك بخير. غير واحد الحاجة كيتقدموا لي زمان العرسان كيكونوا زعما ملتحين ومتدينين نعم. وكيقولوا في الأول بأنهم باغيين المعقول وفي الأخر كنكتشف بأنهم باغيين حوايج أخرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان زعما كان طيق أنا الالتزام وتقصير واللحية وداك الشيء كنقول على الإنسان باغي المعقول باغي التدين الحمد لله حنا متدينين وربي كره علينا الدنيا الحمد لله وحببنا في الآخر وفي الدين. نعم. كنقول ماشي مشكل الإنسان جاي على المعقول كان مرحب به يدخل عندنا الدار. نعم. والحمد لله شي بزاف شي خمسة المرات كيطرا لي بحال ما هكذا وبحال ما مليت أستاذ. ما شاء الله. ودابا دابا استاذ تقدم لي واحد شخص انسان عادي اييه وما عرفتش اش ندير مرتاحش طوال الوقت. قال لي راه هو انسان مزيان هو من العائله وداك الشيء وشويه مخوفه. ما شاء الله استخرتي الله تعالى. كان استخر هو قال لنا بغى يجيو عندنا ومازال ما جاو. كان استخر الحمد لله الساعه وما عرفتش استاذ خايفه شويه حتى انا الحمد لله تدينا ماشي شي حدا اللي ما تديناش وطموحي زمان الانسان يكون تدين وداك الشيء. ما شاء الله ما شاء الله. غير زعما كنقول واش الا تقدمت في هذه الخطوه واش مزيانه ولا ما مزياناش. يا ربي يا كريم. وباش يتبين الامر قال صلى الله عليه وسلم ما ندم من استخار وبخاب وما خاب من استشار. فنستخير الله عز وجل ونستشير اهل الخبره وتكفينا الاستخاره مع الله. ربي هو علام الغيوب.
الحمد لله داكشي اللي كنقول لك فين الاستقرار مع الله مع الله الحمد لله الله غيحدد لي مصيري. واكيد لاله خديجه ربي عز وجل ربما ضمن لك الحمايه دوك التجارب الخمسه اللي مريتي بها ربما ما كانش غيكون فيهم خير او اصلا غير مكتوبين لك ماشي مكتوبين من نصيبك فلا نيأس ولا نحزن اللي في المكتبه هي اللي غادي تجي نستخير الله تعالى كنقول الله عز وجل هو يكتب لنا اللي فيها الخير طبعا طبعا راه شحال من المراه كتستعجل الرزق ديالها وكيكون داك الزوج ربما عنده عقم واما قد مشاكل. عنده مشاكل اجتماعيه وكاين اللي يتوفى في اول العمر وكاين اللي كتوقع بزاف ديال الضائقات الماليه وغيرها فربي اللي عالم بما خفيه لهذا علم الغيوب نستخيره وربي سبحانه وتعالى يختار لنا الافضل هو الحمد لله كيقولوا الناس مزيانين كيشكروهم والناس مقبول الناس مزيانين هو قال لي بانه الصاله زعما عنده راه مره وزعما بغى يتدين وما كره يتدين زعما بغى انسانه صالحه طبعا كاين بزاف ديال الناس ربما هما قلبهم صادق وصالح لكن عنده مشكل انه الصلاه ديال بقى متذبذبه هنا المراه الشاطره ممكن تجره اليها ان شاء الله ومعك يصبح مصلي مواظب يصبح قارئ القران الكريم وحنا لا نعمم الكلام اللي قلت على الشباب اللي هما متدينين وملتحين وانتم تقصير لا نعمم كاينين الحمد لله شباب اخيار ابراك مباركين مثل الملائكه كيمشوا فوق الارض وكاين بعض الناس اللي يغفر لنا ولهم كتوقع منهم هنات واخطاء الانسان خطاء الله يغفر لنا وللجميع على كل حال اختي خديجه تأكدي بأن الله لن يخيب أملك وإن شاء الله ربي غادي يعطيك فقط أنت كثر من الدعاء 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 يا ربي اختار لي من عندك وربي سبحانه وتعالى لأن القرار ديال الزواج قرار مصيري إما أن الإنسان يسعد طول عمره إما يشقى طول عمره فلهذا يجعل القرار بيد الرحمن علام الغيوب ونسأل الله تعالى أختي خديجة أن يختار لك الله تعالى الزوج الصالح ويعطيك الخير والبركة ويدفع عنك كل سوء يا ربي يا أمين أنت وجميع بنات المسلمين نسأل الله تعالى كل فتاة تمد يديها إلى السماء اللهم يا ربي اختر لكل بناتنا الزوج الصالح اللهم اختر لهن الزوج الصالح اللهم يا ربي يا كريم ادفع عنهن البلاء اللهم ادفع عنهن البلاء برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين الله هذا فأل خير لكل فتياتنا إن شاء الله ربي عز وجل يرزقهن أزواجا صالحين هيا بنا جميعا نرفع أكف الضراعة إلى الله جل علاه ونطلب من الله تعالى أن جميع الأخوات والبنات ديالنا لكي تسنوا أزواجا صالحين ندعو لهم هذه الليلة ربي كبير سبحانه وتعالى وانتم كلكم قلوبكم طاهرة وانتم كلكم أيديكم متوضئة وجباهكم ساجدة ورب عز وجل قد يسمع دعاء من دعاه من أبسط خلقه فيستجيب ويقول لأستجيبن لكم ولو بعد حين فنقول اللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارزق جميع بنات المسلمين ارزق بناتنا وأخواتنا جميع الفتيات العازبات اللهم يا أكرم الأكرمين ارزقهن أزواجا صالحين اللهم ارزقهن أزواجا صالحين يا ربي اللي عندها المانع اللهم ارفع عنها المانع اللهم ارفع عنها المانع واللي معمول لها السحر اللهم أبطله اللهم أبطل هذا السحر يا ربي اللي عندها قلة الحظ اللهم ارزق حظا سعيدا اللهم ارزق حظا وفيرا اللهم يا رب العالمين إن كان رزقهن في السماء فأنزله وإن كان رزقهن في الأرض فأصعده وإن كان رزقهن بعيدا فقربه وإن كان رزقهن قريبا فمكنهم منه اللهم إن كان رزقهن قليلا فكتره وإن كان رزقهن كثيرا فبارك فيه اللهم كل فتاة تمد يديها إلى السماء وترغب في زوج صالح اللهم ارزق الزوج الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وجميع الفتيان الشباب الذين يرجون من الله تعالى زوجات صالحات كم من رجل خص امرأة وكم من امرأة خص رجل يا رب هاد الشباب اللي كيتمنوا عليك يا رحمن ترزقهم زوجات صالحات اللهم عجل لهم بالفرج اللهم اختر لهم من عندك زوجات صالحات طيبات مباركات يا رحمن يا رحيم
اللهم من كانوا متزوجين ولو منذ عشرات السنين وقد دخلت إلى قلوبهم السآمة والملل، اللهم املأ قلوبهم بالمحبة، اللهم املأ قلوبهم بالمودة، اللهم ألف بين القلوب واصلح ذات البين يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود. اللهم اجعل بيوتنا بيوتا سعيدة طيبة مباركة، واجعل أسرنا أسرا مؤلفة قلوبها، اللهم اجعل أسرنا متماسكة، اللهم احفظها من الشقاق، واحفظها من الطلاق، واحفظها من الخصام، واحفظها من كل الآفات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والأمهات والآباء اللي هم متزوجين وعندهم ولدات زوجوهم، يا رب بارك لهم في الجميع، اللهم اجمع شملهم وارفع مقامهم وزيدهم من فضلك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. والزوجات اللي تزوجوا منذ مدة طويلة وما زال كينتظروا الذرية الطيبة، يعانون من العقم أو من طول الانتظار، يا رب يا كريم اللهم ارزقهم جميعا ذرية طيبة. اللهم أنت الرزاق، اللهم أنت الوهاب، سميت نفسك الرزاق من أجلنا، وسميت نفسك الوهاب من أجلنا، وسميت نفسك الغفار من أجلنا، وسميت نفسك الستار من أجلنا. يا وهاب يا رزاق يا غفار يا ستار يا كريم، اللهم يا رحمن يا رحيم، كل زوج وزوجة يعانون من العقم أو من طول انتظار الولد، اللهم ارزقهم ذرية طيبة، اللهم ارزقهم ذرية طيبة، اللهم ارزقهم ذرية طيبة، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم ارزقهم الذكور والإناث، اللهم ارزقهم كما رزقت إبراهيم الخليل عليه السلام، وارزقهم كما رزقت زكريا على كبر بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ولعطته ولدت يا ربنا اجعلهم من الصالحين، اللهم اجعل جميع أولادنا وبناتنا من الصالحين والصالحات، اللهم احفظهم من الآفات، اللهم احفظهم من المصائب، اللهم احفظهم من الانحراف، اللهم احفظهم من التدخين، اللهم احفظهم من القمار، اللهم احفظهم من السكر، اللهم احفظهم من كل الآفات والمصائب يا رحمن يا رحيم. أنبتهم نباتا حسنا، واحفظهم بما حفظت به القرآن العظيم والسبع المثاني، اللهم اجعلهم من المصلين، اجعلهم من الذاكرين، اجعلهم من الصالحين، اللهم في دراستهم اجعلهم من الأوائل يا ربي، اجعل كل عسير عليهم يسير، اللهم ارزقهم حسن الفهم وحسن الإدراك، واجعلهم من المتفوقين في دراستهم ومن يبحث عن عمل. اللهم يا ربي يا كريم أنت الرزاق، افتح لهم باب التيسير، اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك، اللهم اجعل حياتنا كلها أفراح ومسرات، اللهم انزع ما في قلوبنا من هم أو غم أو حزن يا رحمن يا رحيم. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا رب كل قلب يعاني من الاكتئاب أو من القلق أو من الضيق أو من الحزن أو من الاضطراب، يا رب طهره من كل هذه الآفات، واجعل قلوبنا مليئة بالسرور وبالسعادة وبالطمأنينة وبالراحة. اللهم يا كريم أسعد أيامنا وأسعد ليالينا وأسعد بلادنا وأسعد كل المسلمين والمسلمات بفضل الصلاة على النبي المختار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صلي يا ربي على أسعد مخلوقاتك، صلي يا ربي على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. هذه الصلاة هذه الصيغة تجلب السعادة والفرحة إلى القلوب، هيا بنا نسعد بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.